انا الاهلي اللي صان العشره ذهب مش قشره ولا بهتان. انا الاهلي، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. ان شاء الله نتمنى تكون حلقه مختلفه تنال اعجاب حضراتكم. اهلا بيك يا فارس والف سلام عليك. الله يسلمك يا اسامه، اهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر، وبعتذر لكم طبعا يعني ظروف صحيه خارجه عن ارادتي، ولكن كنت دايما حريص ان احنا نكون موجودين معاكم ونوثق ونسجل مواقف الاهلي خط احمر كالعاده يا اسامه. الف سلامه تاني يا فارس، واعتذر لي برضو عشان انا هسمع الصوت طول الحلقه. تلوث ضوضاء. هو ده، لا لا لا، ده حب النادي الاهلي بقى وحب العمل يعني. والنهارده 5 نوفمبر، يعني ذكريات النادي الاهلي وانتصارات النادي الاهلي مع جماهير النادي الاهلي الفتره الاخيره يعني الحمد لله كتير جدا. ولما لا، احنا النادي الاهلي في الكوره، احنا الاسياد، احنا النادي الاهلي زعيم قاره افريقيا. النهارده ذكرى سنويه اولى لخماسيه ما بتتكررش كتير في مباريات القمه، ولو اتكررت بتكون ايضا خماسيه لصالح النادي الاهلي زي ما حصلت 3 مرات في 1937 و1938، حصلت في السنه الماضيه خماسيه اعتبرها الجماهير النادي الاهلي انها اقل مما كان ان يجب او ان يحدث في المباراه، وخماسيه اعتبرها جماهير المنافس انها انتصار حقيقي وروجوا لفكره فرق 2. فبالتالي لازم اننا نقول ان 5-11 خماسيه جديده تضاف الى خماسيات القمه وايضا في سجلات فوز النادي الاهلي. ايه رايك يا فارس في الخماسيه الاول؟ اي هدف من وجهه نظرك افضل؟ ما انت عارف. يعني يا ربنا السلاح حلو، بس هدف ديانج. قلبك ديانج. يعني انا قصه ما فيهاش عدل مع ديانج بالنسبه لي. كان هدف مهم كمان لان هو اللي فتح المباراه بدري تقريبا الدقيقه 16. هو انت تعرف ان هو اتحسب لابو جبل؟ فبس فتح المباراه بدري. ايه ذكريات النادي الاهلي كلها جميله. يمكن يا اسامه انا بستغرب، عندنا ذكرى الخماسيه امبارح 101 على القضيه، واول اسبوع للسوبر، تحس ان انت محتار. الحمد لله. يعني ذكريات النادي الاهلي وجمهوره كل يوم جمعه كده بقيت تحتار. يمكن البعض كان بيقول كويس ان مباراه السوبر جت الجمعه عشان نمحي الذكرى بتاعه القضيه، فبقى عندك قضيه قفشه وترقيص الطاهر ورابونا السليه والمظلومه دايما العشره. يعني اللي بشوف ان احنا مفترض نديها تقدير اكتر من كده. في فرق قعدت 20 سنه يا جماعه ما تتوجش بدوري ابطال افريقيا، فالعشره مظلومه اكيد. 1037 جمعه بدون بطوله افريقيا، لكن المظلوم ايضا كريم فؤاد، ان الجول بتاعه في قانون البعض مش هيكون محسوب لان كان فيه 2 مدافعين فقط. ولكن بما اننا بنتكلم عن البطولات وكالعاده واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي بنتكلم عن الامجاد، النهارده ايضا الذكرى 9 لرجل من الرجال اللي كان لهم دور كبير جدا في تاسيس هويه النادي الاهلي، رحمه الله على الفريق مرتجي. الفريق مرتجي اللي في وقت مكان النادي الاهلي بيعاني من فتره طويله جدا جه واعاد الانضباط مره اخرى للفريق. الفريق مرتجي زي ما حضراتكم شايفين على الصوره جه في توقيت يعني في نهايه فتره الستينيات، وقدر ان هو يعود بالنادي الاهلي لمنصات التتويج في بطوله كاس مصر، ولكن ما بعد 73 ايضا كان له بصمات واضحه على النادي الاهلي. وطبعا والد المهندس خالد مرتجي، فتقول اهلاوي وابنه اهلاوي واجيال بتسلم بعض، وهو ده تاريخ النادي الاهلي، اجيال بتسلم بعض والكل فعلا في واحد. فرحمه الله على الفريق مرتجي، واطال الله عمر طبعا المهندس خالد مرتجي واشقائه. يعني يمكن يا اسامه حجم التقييم العام لاي حد في تاريخ النادي الاهلي دايما بيرتبط بالفتره الزمنيه اللي تواجد فيها. انا بشوف الفريق مرتجي رحمه الله عليه حاله استثنائيه، بمعنى ان دايما يا جماعه النادي الاهلي في سيناريو تاريخه كان بيجي رئيس النادي الا فيما نظر يعني، والنادي الاهلي ليس في حاله تفوق. الفريق مرتجي كتب عليه ان هو يحمل مسؤوليه النادي الاهلي في سنوات صعبه جدا تاريخيا بالنسبه للنادي الاهلي على مستوى تفوقه اللي ما كانش موجود مقارنه بالمنافسين على غير العاده. فالفريق مرتجي تحمل المسؤوليه في وقت صعب جدا وفعلا انتج، وفعلا كمان غير بطوله الكاس اللي خدناها طبعا في الستينات، وكان في الفتره دي النادي الاهلي غايب عن البطولات من 62، كمان يحسب للفريق مرتجي الفتره الثانيه لولايته، وازاي الفريق مرتجي قدر ياخد النادي الاهلي لرؤيه يا جماعه شامله تخص النهوض بالنادي الاهلي على مستوى الكوره من اول مدير فني قوي. وانا بشوف ان الفريق مرتجي ليه ايادي بيضاء كبيره جدا تاريخيا، لان الراجل ده
كان في الوقت ده وجوده مهم جدا انه يقدر يعمل النقله دي. ويمكن بفتكر له الموقف بتاع سنه 76 مباراه المحله والزمالك الشهيره، كان الاهلي حسم مجموعته وخلاص بينتظر بطل المجموعه الثانيه، كان الزمالك والمحله، وحصلت احداث يعني حتى لا نطيل عليكم فيها، كان نتاجها ان المحله حرم من صداره المجموعه المستحقه، ويمكن اتحاد الكره في محاوله لاحتواء الموقف بعد قراره بان البطوله لا تستأنف والنادي الاهلي اصر لا انا حقي وانا بطل مجموعتي، فتقال خلاص النادي الاهلي ياخد الدوري. فكان للفريق مرتجي موقف، انا بشوف ان ده موقف تاريخي بكل ما تحمل كلمه التاريخ من معنى، ان هو يجي ويقول لا النادي الاهلي لن يتوج بهذه الطريقه، وللمحل حق مشروع في ان هو يتصدر مجموعته وان هو يلعب مباراه على بطوله الدوري مع النادي الاهلي، وفعلا ياخذ المحل حقه. وده اسامه يمكن المرتبط بفكره ان الناس بتيجي تجتزئ التاريخ من سياقه ويحطونا في مواقف غير مشابهه للنادي الاهلي وحقيقه تاريخه جماهيريا مع الانديه الشعبيه زي المحله والاسماعيلي. وبشوف ان لازم واجب علينا ان احنا نعيد ونكرر على الناس ده، سواء موقف زي 76 مع المحله او موقف كابتن صالح سليم الشهير في مباراه الاسماعيلي نهائي الكاس. ويمكن لازم نذكر الناس بده يا جماعه، لان النادي الاهلي والله تاريخا فعل ما لم يفعله غيره مع الانديه الشعبيه بالمواقف وليس بالكلام. فرحم الله الكريم مرتجي، يعني ذكراه خالده دايما وعطره، وانا فعلا من الشخصيات اللي فعلا جه في توقيت صعب. ده بالتاكيد. وبس عشان بنتكلم في حق، يعني البعض كان بيروج ان هو كان اتى من اجل انقاذ النادي الاهلي، وده كان على غير الحقيقه على الاطلاق. القصه كلها ان صلاح الدسوقي رئيس النادي الاهلي اللي لن يتكرر باذن الله في تاريخ النادي الاهلي سوى مره واحده، كان جاله ان هو هيشتغل سفير لمصر في دوله اوروبيه اعتقد فنلندا، ووقتها اصبح كرسي رئاسه النادي الاهلي خاويا لمده شهرين وكرسي الرئاسه خاوي، ووصل النادي الاهلي في ترتيب الدوري في المركز التاسع، والفريق مرتجي في انتظار ان هو يستلم مهمته اللي كان كلف بيها من شهر اكتوبر، ولكن تم تكليفه رسميا في 6 ديسمبر تحديدا، يعني شهرين كان وصل النادي الاهلي لمرحله متاخره في الدوري، وكان مش متوقع النجاح مع الفريق مرتجي، ولكن الفريق مرتجي فاجئ الجميع وقدر ان هو يحقق نجاحات ملحوظة وانضباطات كانت واضحة داخل فريق النادي الأهلي اللي كان بيمر بفترة صعبة جدا. لا يمكن النادي الأهلي إن شاء الله يمر بالمرحلة من 62 ل 67 مرة أخرى على الإطلاق. وجاء الفريق مرتجي قاد الفريق لمنصات التتويج، وشفنا الكابتن صالح سليم وجيل التلامذة ومستر هيديكوتي، وطبعا مجموعة العظام اللاعبين الكبار على رأسهم طبعا الكابتن حسن حمدي والكابتن صفوت عبد الحليم والكابتن محمود الخطيب، وثم اتى كابتن مصطفى عبده وطاهر ابو زيد، والنجوم الكبيره دي قدرت تحط النادي الاهلي في مكانه يستحق عليها لقب نادي القرن. فكل التحيه والتقدير لكل من ساهموا في رفع شأن النادي الاهلي، ودائما وابدا لن ننساكم. وبما اننا بنتكلم عن اللي ساهموا في رفع شأن النادي الاهلي، في كل شخص مهما كان أسطوري ومهما كان عظيم ومهما كان مؤثر في تاريخ النادي الأهلي، ولكن دائما وأبدا هتلاقيه فترة من فترات النادي الأهلي. ولكن الشيء اللي دائما وأبدا هيكون مستمر مع النادي الأهلي ورقم واحد في الإنجازات وتحقيق البطولات واستعادة النادي الأهلي لمكانته سريعا، ولو النادي الأهلي وقع بسرعة يقوم الألف قومة، هو نسر النادي الأهلي. نسر النادي الاهلي، ايوه جماهير النادي الاهلي، مش بس نسر الشارده تبعا لما اعلن الموقع الرسمي للنادي الاهلي، لا جماهير النادي الاهلي هي نسر النادي الاهلي المحلق دائما بالنادي الاهلي في كل مكان. فالشهر ده كان حاله من العشق والحب والانتماء لجماهير النادي الاهلي، وصدفه انها في كل الالعاب وفي دول عربيه كتير جدا، من الكويت للسعوديه لتونس للقاهره، كل وقت يا فارس جماهير النادي الاهلي دائما وابدا هي رقم واحد. وانا عندي دايما تشبيه بختاره ان نسر النادي الاهلي بجناحين. جماهير النادي الاهلي عباره عن جماهير وليسوا اعضاء في الجمعيه العموميه، ده جناح، واعضاء الجمعيه العموميه اللي اساسهم ايضا محبين وعاشقين للنادي الاهلي الجناح الاخر، دول اللي بيطيروا بالنادي الاهلي وبيستقروا بيه دائما وابدا على القمه. ما هو ده النسر، مكانه القمه. وبالتالي شكر وتقدير لكل جماهير النادي الاهلي على مدار التاريخ، وبالتاكيد الشكر والتقدير لجماهير النادي الاهلي في المناسبات العديده اللي كانت واضحه جدا ان هم
بيجوا بشكل كبير جدا على نفسهم، يعلوا سعر التذاكر موجودين، ياخدوا الصاله كامله بشكل كبير جدا، تروح الامارات خلاص تنتهي التذاكر بسرعه، وكمان يتواجد جماهير من النادي الاهلي مش عارفين يحجزوا في اماكن ومدرجات النادي الاهلي فيتواجدوا في مدرجات نادي الزمالك، وكان شكلهم واضح بشكل كبير جدا بلون التيشيرت الاحمر ولون الفرحه مع الاهداف من مدرجات نادي الزمالك. عشان كده دائما وابدا سيظل النادي الاهلي هو رقم واحد، ودائما وابدا نسر النادي الاهلي سيحلق دائما على القمه. بص انت عارف انا دايما عاطفي قوي تجاه جمهور النادي الاهلي، يعني بحس انه مهما تعطيه من عبارات الثناء والمديح هو يستحق اكتر، لان احمد قال كلمه كده في النص، قال في كل الالعاب، وانا حابب اقف عند الكلمه دي، لان جمهور النادي الاهلي هو بيشجع النادي الاهلي اينما كان. جمهور النادي الاهلي لما بيدعم النادي الاهلي في لعبه ما بيدعمش النادي الاهلي في اللعبه دي لان النادي الاهلي مخفق في لعبه تانية اطلاقا، ده بالعكس، ده بتلاقي النادي الاهلي جمهوره بيدعم النادي الاهلي في لعبات ربما اقل تاريخيا من كره القدم في النجاح. اذا هو جمهور دايما تركيبته مختلفه يا جماعه، هو ما بيدورش على النجاح فين ويروح وراه، بالعكس ده صانع الحدث وصانع الصوره وصانع النجاح، ودي سيكولوجيه مختلفه جدا 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 في عقليه الجمهور. يعني جمهور النادي الاهلي لا يهرب مثلا من اخفاقات كره القدم لالعاب الصالات، ده بالعكس هو دايما رغم نجاحات كره القدم بيشوف ايه المكان اللي محتاج جمهور النادي الاهلي في الوقت ده وبيكون واقف وراه. ويمكن الرساله في مختلف الاماكن سواء في الكويت او السعوديه او في الامارات او في اي مكان برضو رساله مهمه جدا، جمهور النادي الاهلي يا جماعه عدديا وفاعليا مش مجرد رقم، جمهور النادي الاهلي تاثيره فعلا ملهم، جمهور النادي الاهلي دايما طول الوقت هتحس ان هو درع وظهر وسند بكل ما تحمل الكلمات من معنى. وانا عايز اقول التعبير اللي كابتن محمود الخطيب دايما باخده منه، فكره الجمعيه العامه والجمعيه العموميه، وشيء استثنائي ان يكون رئيس النادي او مجلس اداره النادي فاهمه تركيبه النادي الاهلي بالشكل ده، جمعيه عموميه هي جزء اصيل تحاسب وتراقب، وجمعيه عامه هي جمهور النادي الاهلي اللي ينظر لها بهذا التقدير، وهي دايما اللي بيفعل من اجلها كل النجاحات، وهي اللي دايما بيكون مجلس الاداره وكل اطراف المنظومه حريصه على ارضاها. فانا اتمنى دايما جمهور النادي الاهلي كالعاده كالعاده عنصر استثنائي في تاريخ النادي الاهلي وفي منظومته يا اسامه. يعني جمهور النادي الاهلي ملهم، ودوره الفتره اللي فاتت يستحق تقدير كبير جدا، مرينا بازمات كتيره يا اسامه، كان جمهور النادي الاهلي داعم وبحكمه وبشكل النادي الاهلي. احنا كنا فارس لسه بنتكلم عن الفريق مرتجي، واتكلمنا عن 5 سنوات كانت قاسيه جدا بعد ما النادي الاهلي كان مستحوذ على او شبه استحواذ على بطوله الدوري من اصل 12 مسابقه اتلعبت كان واخد 11، يجي 5 سنوات مش قادر يحقق بطوله الدوري وبطوله واحده كاس، في 10 مسابقات محليه اتلعبت خدنا بطوله واحده فقط لا غير. كان وقتها في حاجه بتتعمل كده بين الانديه الحاصله على حقوق رعايه الملك، الانديه الملكيه، لا مش اللي جه في دماغك ولا اللي بيتم ترويجه في الاعلام، النادي الملكي هو كان النادي الاهلي وقتها، وبعدها النادي الاتحاد السكندري كان حصل على الرعايه الملكيه، فكان في كده حاجه مباراه بتتلعب استعراضيه قبل كل موسم ما بين الانديه وبيحضرها غالبا الملك، فكان النادي الاهلي بيلاعب نادي الاتحاد السكندري. تخيل فريق بيغيب عنه البطولات 4 بطولات دوري بعد ما كان مستحوذ، وتلاقي جماهير النادي الاهلي في صور عرضناها قبل كده كتير في الاهلي خط احمر كانت حتى على الاضواء الكاشفه مش صحيح. بس مدرجات الملعب، فجماهير النادي الاهلي طول الوقت بتشجع النادي الاهلي عشان تقف بالنادي الاهلي على منصه التتويج. وده المختلف بالتاكيد. كولر بقى للجهاز الفني وكولر، واللي دخل قلوب جماهير النادي الاهلي لدرجه ان النهارده في ناس بتقابلني في الشارع فواحد بيقول لي والله ده نسخه من جوزيه، قلت له طب بس اهدى ده الراجل لسه 6 ماتشات، قال انا حبيته هو الموضوع منتهي، الراجل ده نسخه من جوزيه والراجل ده خلاص هيحقق بطولات من التاريخ وتاريخ مع النادي الاهلي. لكن انا قلت ان القصه باختصار شديد ان انا ما ينفعش احكم على مدير فني حتى لو كان بالثناء او كان بالاشاده، لان في النهايه كل القصه 6 مباريات، زي ما كنا بنقول ان حتى لو هو ما بيقدمش اداء جيد كنا لازم نصبر عليه 10 مباريات على الاقل، ولكن كويس ان هو يدخل قلوب جماهير النادي الاهلي. لكن جوزيه اسطوره كبيره يا جماعه وتاريخ كبير جدا، يعني اي مدير فني مش محتاجين نسخه من جوزيه، محتاجين مدير فني يجيد ويكون له نسخته، وانا شايف ان كولر هيكون له نسخته المختلفه تماما من الجوانب الشخصيه عن شخصيه جوزيه. يمكن قلنا الراجل بيتمتع بالدعابه وايضا الجد والانضباط، وده شيء عظيم جدا، ودي طبعا تدريبات النادي الاهلي النهارده بعد الراحه السلبيه امبارح 24 ساعه اللعيبه شاركت في التدريبات، وهيكون طبعا كولر حضر، وهيكون معانا راحه للعيبه دوليين زي ما اعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ حتى الانضمام للمعسكر الدولي،
وبرضه هيكون اللعيبه الباقيين بقى اللي مش هينضموا للمعسكر المنتخب هيتم اراحتهم من يوم 9 ليوم 13 نوفمبر. لكن حاله من الانضباط يا فارس داخل الفريق. وفي نقطه البعض ممكن مش ملاحظها، ان اخبار النادي الاهلي او اخبار الفريق تحديدا او اخبار اوضه اللبس حاصل سيطره تامه على اللاعبين. حقيقي ما بنشوفش اي تسريب من اي نوع، بنشوف كلام بيطلع مش اجتهاد بقى، لا هو توقعات، هو مش عايز اقول المصطلح اللي الناس بتستخدمه خلينا نبعد عنه، ولكن في النهايه هو بيلاقي الصحفي مش لاقي حاجه يقولها عن النادي الاهلي فيبدا يفبرك اي خبر عن النادي الاهلي يبدو ان هو صحيح لمجرد ان مثلا لاعب مش موجود او لاعب غاب عن التدريبات، فتسمع بقى ان كورونا ضربت الفرقه، فتسمع مش عارف ايه، فتيجي في النهايه تتفاجئ ان الفريق تحت السيطره والاخبار دي كلها فبركه. وبالتالي ده بيؤكد ان في حاله بالفعل بيمر بها الفريق. لما تيجي تفكر في المرحله الاولى اللي احنا عشناها دي يا فارس، نجاحات بشكل 100% انك انت بتعبر دور ال 32 اتحاد منستيري فوز ذهاب وعوده، ان انت بتاخد بطوله السوبر بجداره واستحقاق، العلامه الكامله في الدوري، وانك بتاخد العلامه الكامله في الدوري، حتى الهدف اللي دخل مرماك هنقف عنده هنتكلم شويه تحكيميا، ولكن ده كده انت طالع ب 100% من تحقيق الكلام ده، وكمان اخبارك مش بتطلع بره. بص هو واضح ان كولر جاي يشتغل بجد، وده مش سيبك بقى من قصه مثلثات ومربعات والكلام اللي بناخده كوميدي ده، ولكن لا الراجل جاي عايز يعمل تاريخ، عايز ينجح، متعطش، لان لما كمان كان بيتكلم ان انا لا لسه بطني يعني فاضيه عايز بطولات، هو الراجل بيعمل ده. انت بتشوف كمان عندك مثلا راحه سلبيه للدوليين ما يبداوش تدريبات لا لحد ما يجي معسكر المنتخب، هو بيحاول يعمل بالانس ما بين الناس اللي هتستمر معاه للناس اللي هتاخد جرعات تانيه. الراجل دايما تصريحاته تحس فيها فكره عدم الاكتفاء، وانا بخاف في الكوره من المدرب اللي بيشبع، بخاف في الكوره من المدرب اللي ممكن يكون كويس جدا 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 ولكن بعد فتره من كتر تحقيق البطولات يبدا يقول طب خلاص انا هركز على تارجت واحد او هدف واحد واسيب الباقي. ده ممكن ينفع بس مش في الاهلي، يعني في الاهلي صعب قوي ده. لا الراجل ما بيشبعش، الراجل عارف ان هو في منظومه ممكن تخليه يكتب تاريخ كويس جدا، الراجل حريص كل الوقت على النجاح، وده شيء مهم جدا. وزي ما قلنا أسامة احنا اتكلمنا بموضوعية في البداية ما بلغناش للناس، احنا قلنا الراجل يا جماعة بصوا على تجاربه مع كولم، مع الفرق اللي دربها كلها جراس هوبرز ما إلى ذلك من الفرق، قلنا هتلاقوا مع النمسا، قلنا هتلاقوا الراجل مقارنة بالإمكانيات وحجم وسقف تطلعات أو المرحلة الزمنية أو الفترة الزمنية لنجاحات الفريق ده هتلاقوا حقق أحسن حاجة. فقلنا لما يجي العقلية دي تتحط مع منظومة في النادي الأهلي فيها كل الأدوات المتاحة، قلنا لكم التركيبة الطبيعية اللي تنتج عندها النجاح، قلنا إحنا بنقول مؤشرات نتمنى تتحقق، وفعلا إحنا برضو مش عايزين نبالغ، إحنا لسه تطلعاتنا كبيرة قوي يا جماعة فوق ما تتخيلوا، لأن النادي الأهلي ما ينفعش يفقد بطولتين دوري. فانت عندك السنه دي الموضوع مختلف، كنت ممكن تيجي واخد دوري ابطال افريقيا مرتين واخد دوري، فتيجي لو عندك اخفاق في بطوله من الاثنين الجمهور يتقبلها شويه، انما انا عايز اقول لك انت عندك قاعده مختلفه المره دي. انت تخيل لما بتتكلم مع الجمهور تبدا تساله كده، لو عندنا بطوله واحده من الاثنين هتحققها الدوري ولا دوري ابطال افريقيا؟ يقول لك لا انا عايز الاثنين، فتقول له تمام بس اختار بطوله واحده المره دي، تلاقيه ممكن بيروح للدوري شويه. ده صعب جدا لان وقت الجد هتلاقي الجمهور ما ترضاش ان انت تفقد دوري ابطال افريقيا، وتخيل ان هو يغلب الدوري على دوري ابطال افريقيا معناها ان انت في مهمه صعبه جدا فنيا، واتمنى ان شاء الله كولر يدورها بنجاح يا اسامه، خصوصا ان عندنا مجموعه من المباريات اللي جايه بقى هنستعرضها محتاجه شغل. بالتاكيد احنا بنحط احتمالات نجاح، واللي احنا شايفينه ان احتمالات النجاح متوافره، ومباراه السوبر ادت ثقه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي في اللاعبين، وكانت حاله اللاعبين قبل السوبر حاله اصرار، لا ده احنا الاهلي وما ينفعش يحصل معانا كده، لان البعض يعني حس ببطولتين الدوري كان ده نهايه العالم ونهايه النادي الاهلي، والاهلي يدخل النفق المظلم والكلام الكبير ده، لكن اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه مع جهاز فني قدر يدير المباراه بكفاءه. بدأ الناس تتحدث عن كفاءة كولر في الإعلام على غير العادة مع المديرين الفنيين للنادي الأهلي، النادي الأهلي وكولر اختاروا إن هم يلعبوا مباراة ودية يوم الاثنين، لسه ما تحددش طرف المباراة الودية، وهيكون بعد كده جدول لمباريات النادي الأهلي هيبدأ أول مباراة رسمية 27 نوفمبر. لا بس مش 2020، 27 نوفمبر 2022 مع المقاولين العرب في مسابقة كأس مصر، وفي تأكيد على ضرورة إن النادي الأهلي يعبر
ويكمل نجاحاته زي الدوري والسوبر وافريقيا، كمان كاس مصر. عندنا جدول المباريات زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، 27 نوفمبر كاس مصر الاهلي ضد المقاولين، 2 ديسمبر الاهلي ضد طلائع الجيش ده الجوله الخامسه، عندنا الاهلي ضد المحله 6 ديسمبر ده الجوله السادسه، الاهلي ضد الاتحاد ده اللي هو كان الجوله الرابعه اللي اتغير موعده بسبب قمه المناخ فيكون يوم 12 ديسمبر، ثم الاهلي ضد فيوتشر مواجهه قويه جدا 16 ديسمبر، الاهلي ضد فاركو 20 ديسمبر، الاهلي ضد سموحه 25 ديسمبر، والاهلي ضد سيراميكا كليوباترا هيكون 28 ديسمبر. دي مباريات النادي الاهلي حتى نهايه العام باذن الله، النادي الاهلي يكون قادر على انه يحقق العلامه الكامله باذن الله. كمان عندنا كاس الرابطه، يعني كاس الرابطه الانديه المحترفه يمكن بطولة النادي الأهلي كان حساباته فيها مختلفة السنة دي، وهنستنى نشوف فلسفة كولر فيها. للأمانة يا جماعة أنا عايز يبقى عندنا اتزان، أنا قلت جملة من شوية لازم نحط تحتها 100 خط، فكرة إنك الدوري وإفريقيا ما عندكش مجال أو رفاهية إن أنت ما تحققش فيهم حاجة مهمة جدا وتحقق اللقب، فبالنسبة لك بطولة رابطة الأندية المحترفة محتاجين نشوف فلسفة كولر عايز يعمل إيه فيها، وأنا قاعد جملة عايز يعمل إيه فيها، وموفقا لأهدافه الفنية إحنا كلنا وراه. هتبدأ القرعة يوم 9 نوفمبر الجاري، ومباريات البطولة هتبدأ في 19 برضو في شهر نوفمبر، وتبدأ بقى نظام البطولة يأتي بخروج الفريق الخاسر، وده مهم جدا. البطولة اختلفت يا جماعة، مش النظام اللي كان معمول السنة اللي فاتت فكرة الليج، لا البطولة هتبقى بنظام خروج المغلوب. أيضا يا فارس، بما أننا بنتكلم عن القرعة، الكاف بيحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يوم 16 نوفمبر، وبالتأكيد هيكون التصنيف اللي شاغل الجميع موجود قدام حضراتكم على الشاشة، ده طبعا خبر الكاف، وإن شاء الله النادي الأهلي هيكون متصدر المجموعة، لأن القصة دي بتتم عن طريق تصنيف أول وتصنيف تاني وتصنيف تالت وتصنيف رابع. الأهلي طبعا كالعادة في التصنيف الأول ب 78 نقطة، الوداد ايضا في التصنيف الاول، الترجي، الرجاء. اما التصنيف الثاني هيكون فريق اللي هيقع مع النادي الاهلي واحد من الاربعه دول، صن داونز، الزمالك، بترو لواندا، وحوريه كوناكري، والتصنيف الثالث سيمبا وشباب بلوزداد وشبيبه القبائل والهلال، والتصنيف الرابع فيتا كلاب والقطن الكاميروني والمريخ وفايبرز اللي حقق مفاجاه في الوصول لدور المجموعات. فده هيكون التصنيف اللي هتجرى عليه قرعه الكاف يوم 16 نوفمبر ان شاء الله. يعني نتمنى يكون القرعه اللي هتحصل يكون النادي الاهلي في مجموعه متوازنه، وان كان النادي الاهلي او اللي بيكون عينه دائما على البطوله، والنادي الاهلي وصل اخر ثلاث نهائيات على التوالي حقق اثنين منهم، هيكون دائما واضح ان اي فريق هياتي معاه في المجموعه يقدر يتعامل معاه. بس هو السؤال دائما اللي بيطرح نفسه ما بين يعني اعلام الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجماهير الانديه المنافسه، يا فارس واللي انا هساله لك برضه، هو انت تحب يكون معاك نادي مصري زي نادي الزمالك اللي هو مشارك في دوري ابطال افريقيا في المجموعه افضل، ولا مواجهته في الادوار الاقصائيه افضل؟ طيب عايز نتكلم بموضوعيه بعيدا عن الحساسيه. يمكن لو هنتكلم تاريخيا، النادي الزمالك وجوده معانا في المجموعه دايما فقل حسن علينا، وده يعني بيبقى موجود. النادي الاهلي بيقترن القصه مع اللقب، المواجهات المباشره ما بيننا في افريقيا خصوصا في دوري الابطال باستثناء الفوز الوحيد في تاريخ الزمالك على نادي الاهلي هو سوبر 94 باتريس متبلا زي ما اسامه بيقول لكم. فلو هنتكلم ككوره، لا الزمالك معانا وجوده في المجموعه بالنسبه لي لا يمثل اي مشكله فنيه، ولكن خصوصا كمان لما شفنا الفوارق في مباراه السوبر. ولكن بالنسبه لي يعني في الفتره دي وانت في بدايه موسم وانت محقق انتصار في الفتره الاخيره، خصوصا كمان برضو مع الوضع العام يا اسامه يمكن كمان اللي بنشوفه في الرياضه في الفتره الاخيره، انا احب لا النادي الاهلي والزمالك ما يتواجدوش في مجموعه واحده، ليس لاسباب كرويه. لو لاسباب كرويه فوجود الزمالك، انا لو بختار في تصنيف الزمالك هختار التصنيف الزمالك احطه معانا في المجموعه، ولكن بعيدا عن الاسباب دي وعشان الناس تاخد نفسها شويه من القصه دي، فاتمنى ان الفريقين ما يبقوش في مجموعه واحده. انا كنت بتكلم من الجانب الاخر اللي هو فكره توفير السفر على الفريقين، على الاهلي والزمالك لما يلعبوا المباراه ذهاب وعوده. في ثانيه في حاجات بس انت بتتكلم في نقطه واضحه يعني ونكون منطقيين، لكن هو في النهايه نتمنى التوفيق طبعا للفرق المصريه، وبطبيعه الحال بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو يحقق لقب دوري ابطال افريقيا اللي من وجهه نظري كان الاهلي الاحق به البطوله الماضيه. ومن كره القدم وعندنا بقى فريق كرة الطائرة بيبدأ الدوري، الفريق الماسترز،
وبيفوز على فريق بنا في اول الدوري. انت بتقول بنا وسعيد ليه كده؟ ما هو لما البروديوسر 3-0 على بنا احمد سمير لما قال لي الخبر الاهلي بيفوز على بنا، قلت له طب قول لي انا اطلع اقولها ازاي يعني؟ 3-0 قال لي هقول لك على بنا مش هيعدوا. مش هترجع، مش هتعدي الكارته. فطبعا فوز مهم جدا وبدايه ثقه لفريق الطايره الماسترز اللي بنتمنى منهم دايما مردود وفقا لسياقهم التاريخي كبطل دايما من الفرق اللي تثق وتقدر تراهن عليها، فبدايه موفقه. طبعا معانا تصريحات نسمعها لكابتن تامر مجدي. دي اول مباراه لينا في الدوري، الحمد لله اشتغلنا الفتره اللي فاتت كويس جدا، تمرين الصبح وبعد الظهر اللعيبه كانت مركزه في التمرين. مباراه النهارده فريق بنها من الفرق اللي صاعده للدوري الممتاز، ادت النهارده اداء على قد مستواها او قد امكانياتها، ولكن احنا الحمد لله كل ماتش بنبقى عاملين حسابه ومركزين. التمرين الفتره اللي فاتت كان صبح وبعد الظهر، ودي اول ماتش زي ما حضرتك بتبقى عارفه، بنبقى داخلين عاملين الماتش مركزين حاطين حساب فرقه بنها. لازم تحترم الفرقه دي عشان انت من خلال احترامك للفرقه دي بتقدر تلعب وبتقدر تظهر باداء كويس، والحمد لله النهارده يعني انا شايف ان اداء كويس من الفرقه. النهارده كابتن محمد مصلح اشركنا ال 14 لاعب على وجه الكامل، فده من خلالنا بتبقى حاجه كويسه ان انت تقدر تشترك وتشارك كل اللعيبه الحمد لله. والله ان شاء الله يشاركوا، ممكن الماتش الجاي يكون خلاص اجراءات القيد بتاعتهم انتهت، وممكن المباراه الجايه يكون ان شاء الله خلص اجراءات القيد بتاعتهم ويشاركوا ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي خط احمر، وبالتاكيد كلنا تابعنا روي فيتوريا وهو بيعلن قائمه منتخب مصر. وانتوا عارفين قاعدتنا هنا دائما وابدا في قناه النادي الاهلي في كل البرامج، مش بتكلم عن برنامج الاهلي خط احمر فقط لا غير، ممكن اننا ننتقد بعض الاختيارات، ننتقد بعض السياسات في اختيارات المدير الفني في التعامل مع بعض الامور، حتى في طريقه تعامله مع الاعلام، لكن في النهايه هنكون دائما وابدا خلف المنتخب، ده موضوع امر مفروغ منه. هنكون دائما وابدا خلف المدير الفني للمنتخب مهما كانت درجه اختلافاتنا او بعض الملاحظات اللي عندنا عليه، لان هو في النهايه مش بيمثل نفسه، في النهايه ده منتخبنا احنا، منتخب مصر. ولكن هتكون الرساله المره دي متوجهه للمسؤولين عن منظومه كره القدم، لان في النهايه دول اللي متواجدين بانتخابات باصوات جماعيه عموميه، ومفيش حد بيتحاسب لما بتحصل اخفاقات. القصه كلها بتنتهي على تقديم استقاله او اقاله، وبنرجع تاني بنفس الطريقه بنفس الاسلوب ونفس الوشوش ونفس الوجوه، وبنرجع للاخفاقات. فهنا لا، الامر هيكون صعب، وهنقف وقفه مع المسؤولين عن كره القدم. وزي ما بندي كريدت في وقت من الاوقات، وكان في كريدت واصل لدرجه كبيره جدا في الاعلام الرياضي لكابتن حازم امام تحديدا على اختيار روي فيتوريا، لما يحصل بعض الامور اللي عليها ملاحظات لازم هنتكلم. هنا مش هنتكلم في اختيارات فنيه او وجهه نظر فنيه، لان في النهايه كل مدير فني من حقه يستعين باللاعبين اللي هو شايف ان هم ينفذوا الخطه بتاعته. وطلعنا هنا قبل كده وكنا لما كان محمد شريف بيقعد احتياطي كنا بنقول اشتغل على نفسك وحاول تبذل مجهود مع كارلوس كيروش وان هو يعتمد عليك. في النهايه المدير الفني هو المدير الفني في اي مكان، لكن لما المدير الفني يتخطى حدود الامور الفنيه ويبدا يتخطى حدود الحديث عن منتخب مصر ويروح ان هو يتكلم عن النادي الاهلي، لا مش هنسمح بده، ومش هنوافق على ده، ومش هنقبل بده. ده أمر يعني لا يقبل الشك. خلينا نستعرض الأول صورة الأسماء اللاعبين اللي تم الاستعانة بيهم روي فيتوريا في المعسكر القادم. في حراسة المرمى الكابتن محمد الشناوي، محمد عواد، محمود جاد، خط الدفاع عمر جابر، أكرم توفيق، محمود متولي، باهر المحمدي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، حسين السيد، عبد الله جمعة، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي قفشة، عمرو السيسي، أحمد سيد زيزو، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، ومصطفى عبد الرؤوف. دول في خط الوسط. في خط الهجوم مروان حمدي ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان. دي يا فارس الاختيارات، اختار 8 لعيبة من النادي الأهلي، ورأيك مبدئيا في الاختيارات بشكل عام. بص، هو المعسكر زي ما بنقول يعني أهدافه معروفة، أنت أتاح لك في وقت تعمل معسكر فبتحاول تستغله. فالأهلي طبعا يعني اللعيبة اللي موجودة منه أكيد أكيد أي لاعب في النادي الأهلي بيكون عنده تطلع يكون موجود في المنتخب. وعشان كده يا جماعة جملة مهمة جدا، يعني أنا لن أخفي إن في بعض كتير من الجمهور يقول خلاص ما خدوش مش مشكلة ومش عارف إيه. لا طب كتير جدا من لاعبي النادي الأهلي طبيعي بيكون حريص على تمثيل منتخب مصر،
كمان فكره انه يحس ان لاعبين موجودين اقل منه فنيا، دي اكيد طبعا بتقلل وبتحبط اللاعب. فيا جماعه فكره ان اصل مش مشكله لو ما اتاخدش، مفيش حاجه اسمها كده في الكوره، وما تقساش من زاويتك انت كمشجع. يعني البعض مثلا يجي يقول لك ايه، اصل لو علي معلول مش موجود مع منتخب تونس في كاس العالم ماشي، ما هو كويس اصله يبقى موجود معانا. بالنسبه لعلي معلول هتبقى ازمه بالظبط دي يا اسامه مهمه جدا. بالنسبه لعلي معلول الموضوع عامل ازاي؟ فلا طبعا يا جماعه، اي لاعب يتمنى يكون موجود في منتخب مصر ويمثل منتخب مصر، وللامانه هذا شرف. يعني عشان الناس تبقى فاهمه وجهه نظرنا، هذا شرف لاي لاعب انه يتواجد في المنتخب المصري. ولكن احنا ما بنناقش فكره وجود لاعب من عدمه، احنا بنناقش جوهر ومنطق تصريحات اتقالت في سياق يخص النادي الاهلي. زي ما قلنا المدير الفني اختار اسماء غير دي خالص، وقال دي والله وجهاتي وقناعاتي الفنيه، خلاص هتكلمه في ايه؟ هو حر وهو اللي بيحاسب في الاخر. انما حينما يتعرض الموضوع بلاعب مع النادي الاهلي وكيفيه تبرير ده وكيفيه تناول النادي الاهلي، دي هنا تبقى قضيتنا احنا في البرنامج ده وفي النادي الاهلي. بالتاكيد يا فارس، و هنطلع نشوف اصلا يعني روي فيتوري قال ايه، عشان هنرد برضو زي ما انتوا اعتدتوا معانا كده بالورقه وبالقلم، ومش قصه وجهات نظر ولا قصه ان انت بتدافع عن اللاعب بتاعك سواء كان مقدم مستوى جيد او مقدمش مستوى جيد، لان احنا مش بنخدع انفسنا ولا بنخدع لاعبينا. فتعالوا نشوف تصريحات روي فيتوري لما تحدث فيها عن النادي الاهلي بشكل كان لازم وقفه من خلال البرنامج. جوشتو كريم، انا معجب بكريم. Aliás, nós trouxemos-o no primeiro estágio, quando se calhar até foi o pior momento da equipa dele, e que se calhar ninguém até acreditava. Portanto, se houve alguém que acreditou no Karim, fui eu. يمكن جبناه في المعسكر الاولاني وكانت تعتبر في لحظه صعبه، كان يمكن لسه يمكن ما فيش ثقه حتى من فريقه في اللاعب، ولكن كنت انا واثق جدا في اللاعب. Já o conheço bem, agora quisemos ver outros jogadores que eu acho que têm potencial para também estar na seleção e dar-lhes este input da seleção nacional. طبعا انا اعرف اسلوب لعبه كويس جدا، ولكن اللحظه دلوقتي ان انا برضو محتاج اشوف لاعب تاني يكون برضو عنده مقدره بشكل مختلف في نفس المكان بتاعه، وان انا اقدر ادي له برضو اللي هو الانطباع او التعامل على مستوى المنتخب. بص خلينا نحط مبدا كده، لو المدير الفني طلع قال انا مش هتكلم عن اي لاعب، ما كناش فتحنا القصه ولا اتكلمنا في القصه دي. لكن طالما انت رحت لسكه التبرير فده موضوع، ورحت للنادي الاهلي فده موضوع لازم نتكلم فيه. انت عرفت منين ان اللاعب لم يتمتع بثقه في او ثقه النادي الاهلي او ثقه المدير الفني في النادي الاهلي؟ طيب انت كنت بتقول انا واثق فيه، انت لعبته كام دقيقه في المباراتين؟ انت لعبته مباراتين مثلا بدات فيه بشكل اساسي؟ لا، لعبته مباراه واحده نازل كبديل حوالي 27 دقيقه، ده اللي لعبه كريم فؤاد. طب جربته في اكتر من مركز، كان نازل على حساب مين؟ على حساب عمر جابر الباك رايت. طيب كريم فؤاد بادئ الموسم ازاي؟ بادئ جناح، بادئ في مركز مختلف، عارفين ان المركز ده بالتاكيد صلاح هو رقم واحد فيه، ده شيء يعني بديهي. لكن بما انك بتقول بتجرب وعندك لاعبين عايز تشوف لعيبه اخرى، طب ما تدي فرصه لكريم فؤاد في المركز ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو انت مش فيه لعيبه ضمتها هي نفس اللعيبه اللي كانت في المعسكر الماضي؟ ليه ما تعاملتش معاها نفس معامله كريم فؤاد؟ كل ده انت اللي فتحته بتبريراتك، لان انت اتكلمت عن ثقه النادي الاهلي في اللاعب. طيب باختصار شديد، روي فيتوريا كان جاي في توقيت اختيار النادي الاهلي لسواريش، الاثنين تقريبا جايين في نفس التوقيت. وقتها بعض الجماهير تحدثت عن اختيار سواريش واختيار حازم امام لروي فيتوريا وعقدوا مقارنات وما شابه. حاليا الامور اعتقد اختيار كولر يعني بقى اوضح بكتير لجماهير النادي الاهلي. لكن خلينا نروح اصلا كريم فؤاد. يعني اسامه احنا لو بنتكلم منتخبات كمان مقارنه كمدرب منتخب، سيبك كمان من النادي، طب ده عنده خبرات في النادي. لو منتخب فيتوريا لا يقارن بكولر اطلاقا، يعني ده راجل وصل لترتيب 10 على العالم. ما انا قلت ده، انا قلت كولر دلوقتي جه غطى على القصه. انا بتكلم وقت اختيار سواريش، لكن تمام. كولر دلوقتي الاختيار مختلف تماما، وجماهير النادي الاهلي عندها قناعات بقابلها في الشارع، لا كولر من بالنسبه لهم حاجه مختلفه تماما، وخد ثقه الناس، ونتمنى ان هو يستمر على ده. لكن تعالى نروح لتصريح روي فيتوريا نفسه اللي هو قال ان اللاعب ده ما كانش يستحق او ما كانش فيه ثقه في النادي في اللاعب، ونشوف اللاعب ده لعب فعلا مع النادي الاهلي. ما هو الثقه دي تبان ازاي؟ الثقه دي تبان ان النادي اللاعب بيدخل القائمه، ان اللاعب في كل مباراه متواجد، ان اللاعب بيلعب عدد دقائق في المباريات، وعلى حسب عدد الدقائق دي نشوف بقى الثقه فيه كبيره ولا الثقه كانت فيه صغيره. استعرض لي بقى كده دقائق لعب وماتشات كريم فؤاد في الوقت اللي بيتكلم فيه روي فيتوريا ان اللاعب ما كانش النادي بيثق فيه. فتخيل هتلاقي كريم فؤاد غاب عن مباراه واحده
فقط لا غير. ودي المباريات اللي لعبها منذ تولي روي فيتوريا مسؤوليه منتخب مصر حتى نهايه الموسم. ايه بقى محصله كريم فؤاد؟ لعب في مباراه فيوتشر 72 دقيقه. انا بكلمك عن فيوتشر وبيراميدز اللي هم فرق كانت في بتنافس على المربع الذهبي. فيوتشر بسبب بس يعني لقاءات وهدف كان خد الخامس ولكنه كان واصل لمرحله كل ده الرابع. قبل ما تبدا تريح بالظبط. لعب مع بيراميدز 90 دقيقه، لعب مع الجونه 66 دقيقه، مصر المقصه 73، المقاولين العرب المباراه كامله، الاتحاد السكندري المباراه كامله، المصري 26، استرن كامله، الاسماعيلي كامله، امبي كامل، طلائع الجيش كامل، سيراميك كليوباترا كامل. في كاس مصر، مصر المقصه 57 دقيقه. على اي اساس روي فيتوريا طلع وصرح ان النادي الاهلي او المدير الفني للنادي الاهلي كان وقتها لا يثق في كريم فؤاد؟ امال لو بيثق ده الراجل غاب مباراه واحده. طب انت بتقول بسط، لعبت المباراتين ما لعبتوش المباراتين، فانت مين اوحى ليك انك تتكلم عن النادي الاهلي؟ ما هو يا جماعه القصه ما تبقاش بالشكل ده. احنا هنا بنقول بندعم المدير الفني، ولكن واضح جدا ان في الوان بتتدخل وفي حسابات وفي حد على ودن الراجل ده باختصار شديد. مين اللي قاعد على ودن روي فيتوريا عشان يطلع يتكلم عن كريم فؤاد بالشكل ده ويتكلم عن النادي الاهلي بالشكل ده وعايزنا احنا نقبل ده؟ مين؟ مين اللي بيواجه روي فيتوريا لبعض اللاعبين اللي اصلا ربما ما شافهمش يضمهم في المعسكر؟ مين؟ مين اللي بيقول له خد اللاعب ده ارفع روحه المعنويه شويه اصل اللاعب ده بيمر بازمه بقاله سنتين؟ مين؟ عشان يطلع يتكلم عن النادي الاهلي، اطلع قول اللاعب ده ما عنديش قناعات فنيه بيه، اطلع قول اللاعب ده هضمه المعسكر الجاي، لكن تتدخل في علاقه اللاعب بالنادي؟ لا، ده دودان. ولو دي افكار مدير فني تبقى كارثه. يبقى القصه كارثه. انت اصلا دورك ان انت تدعم علاقه اللاعب بناديه. ده لو اللاعب عنده مشكله مع مدير فني في النادي وانت محتاجه، انت تحاول تحل المشكله دي بالتواصل مع كده. المدير الفني بيعمل كده بس مع لاعبين تانيين. اه مش معانا يعني. اه لا ما بس خلاص، احنا بنتكلم انت بتقول في دور. هو حقيقه، خلي بالك احنا بنتكلم في دور. فاذا انت في مشكله مع النادي الاهلي عند البعض من، خلينا نقول اللي حوالين روي فيتوريا، مش اللي على ودان روي فيتوريا. احنا مش هنسمح بده، وتحديدا كمان ان كريم فؤاد ما نهاش الموسم بس، لا، طب ما ممكن يكون كان في ثقه ونهى الموسم بشكل كويس، بس بدا الموسم مثلا بدايه مش موفقه. هل بقى كريم فؤاد بدا الموسم بدايه مش موفقه؟ لا، هو كريم فؤاد حته مهمه جدا لو انت بتنظر ليه ان هو جناح، فانت دي اهم فتره محتاج تشوف الراجل ده لما نبدا ندخل في وقت هيبقى فيه صلاح وهيبقى فيه المحترفين، هل ده يقدر يجي يبقى قاعد كده ستاندنج او يبقى جاي قاعد جاهز كده مستني ان ياخد فرصه او يبدا بديل او كده؟ هي دي اكتر فرصه. ليه؟ لان الراجل ابدى اداء مهم جدا في مباراه الداخليه، يعني احنا احصائيات كريم فؤاد مباراه الداخليه، يعني مفنش ازاي؟ لان انت استنيت على انت قائمتك امتى؟ بعد الجوله ما انتهى بالظبط، يعني حتى مستني تشوف الراجل في مباراه الداخليه هدفين مسجلهم وصنع هدف، وليه هدف ملغي هنتكلم فيه، ولكن كمان بعيد عن الهدف اتلغى ولا لا، الراجل عامل خمس محاولات على المرمى منهم أربعة اون تارجت، مراوغات صحيحه 4 من 5، التحامات دفاعيه ده كمان على الجانب الدفاعي اللي يديك ان ده لاعب جوكر. انا عايزه جناح هلعبه جناح، انا عايزه فول باك هلعبه فول باك، 4 من 4 التحامات دفاعيه كسبانهم، نسبه تمريرات صحيحه 48%، يعني عامل 26 تمريره صحيحه من 31. فدي القصه اللي احنا بنتكلم فيها، الراجل مدي اداء يستحق يكون موجود في المنتخب. ولكن نرجع للنقطه الرئيسيه، أنا يا جماعة وأسامة ناس بتتفرج على الكرة في العالم كله، لو احنا كريم فؤاد مشارك كل الدقايق دي وعامل كل الأرقام دي وجاء المدير الفني قال أنا فلسفة اللعب ده أو الستايل أوف بلاي بتاعه مش نافع معايا ومش عايزه في المنتخب، حصلت مع نجوم كبار جدا وأسماء تاريخيين وأسماء مرعبة في كرة القدم في منتخبات كبيرة جدا، منها بطولات في كأس العالم، واحد زي بنزيما ده ما كانش بيتاخد. فده جزء فني، ولكن الجزء بقى اللي غير فني بالمره وغير محترف، وهل هو نتاج ان الراجل ما عندوش خبرات كتير جدا في التعامل في التصريحات مع اختيارات المنتخبات؟ ده وارد، ولا الراجل حد بيتكلم فعلا وبيقول له ده مشكله اكبر؟ لان ليس من الاحترافيه، وانا ما شفتش تصريح لمدرب من زمان مدير فني لاي منتخب انه يتكلم على نادي يقول اصل النادي ده كان لا يثق في اللاعب، شيء غريب جدا واضرار عنيف بعلاقه اللاعب بالنادي. اي منطق يقول ان يكون في النوعيه دي من التصريحات؟
اي منطق يقول ان في مدير فني يتدخل في علاقه خاصه تماما وهي علاقه لاعب بناديه؟ فده غير مفهوم. اما وانك انت لو كنت طلعت وقلت يا جماعه انا مش مقتنع فنيا باللاعب ده ولا ابرر اختياراتي، انت خلصت. نفسك قلت خلاص هو حر. يعني مع احترامي كريم فؤاد لعيب كبير جدا، ولكن زي ما بقول اسماء تاريخيه في كره القدم وكانت لا تنضم للمنتخبات، ولكن انك تقول اصل الثقه في اللاعب من عدمها وتبدا تعقد مقارنات زي اللي هنبدا نروح لها دي، فده شيء غريب جدا غير مقبول وغير احترافي. وبحط تحتها 100 خط يا جماعه، اي حد نحن حريصين على مصلحه المنتخب، ولكن ما بحبش انا الازدواج المعايير. هو كابتن حسام البدري ما كانش مدرب للمنتخب؟ لا، كان مدرب للمنتخب، بس كل الناس كانت بتحاسبه على اختيارات وعلى تصريحات وعلى لعب وعلى كل حاجه. طب ما الراجل كان مدرب للمنتخب. هو دايما الراجل لما يبقى خواجه نبدا نتكلم اصل مدرب المنتخب، احنا بندعم المنتخب، والناس ترجع وتشوف انفعالاتنا في كاس الامم مع كل لحظه للمنتخب، دي حاجه يا جماعه بالفطره داخلنا. ولكن لما يكون في راجل بيتناول تصريحات غير احترافيه للنادي الاهلي، لا، دورنا نطلع نقول له ده تصريح غير محترف وغير مهني وغير مقبول. يعني ده دورنا هنا ان احنا نقوله، خصوصا لما نروح ونشوف الراجل اتكلم وبرر ازاي اختيار محمود علاء وعبد الله جمعه. طبعا يمكن الاثنين اولانيين، يمكن انا بصيت برضه هم عملوا قد ايه وادوا قد ايه قبل كده مع المنتخب. يتند ان كونتا تما يو كونتيست دي دي لزونز كي افيا دي ما سيري دي جوغادورز برا اساس بوزيشنز. وطبعا كان متعلق الامر ببعض الاصابات اللي تمت على مستوى اللاعبين اللي بتلعب في المكان ده. كي كيزيو اي كيزامز داش ديزير اس جوغادورز كي نوش كونتامز كوم ايلز. وكانت رساله ان انا اقول للاعبين ان انا بعتمد عليكم للاعبين دول. رازون سيمبلس بودي افير اوتروش طبعا اش كتين كير اون كير اوترو مايز نو والا مايز 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 كو مايز ايداد وغوما مايز نوف مش تين دا سباس نا سيلاسيون اي كيزامز ترانسميتير است نون تو ديزير كو سيجون ا اون لوت جوغادورز برا اساس بوزيشنز اي كو نوس كيزامز تا ترانسميتير اي كو تين كونديسيونز برا تار نا سيلاسيون اغورا ديبيند دو رينديمنت كو اس تامين تانيون. طبعا المدرب الرساله اللي بيحب يبعتها في النقطه دي ان طبعا في الظروف بتسمح ان اي لاعب يكون موجود في المنتخب، يمكن طبعا محمود علاء عشان عنده خبره وسنه قبل كده شارك مع المنتخب، ويمكن برضه مع اللاعب تاني عبد الله جمعه ان هو سنه صغير ويعتبر انضمام المنتخب برضه معناه ان احنا بنفتح باب المنتخب وان الظروف بتسمح لاي لاعب حسب ادائه انه يشارك مع المنتخب. بصوا الجمله الاخيره دي، حسب ادائه. انا مش هروح بقى لفكره سن صغير، عبد الله جمعه مش سنه صغير ابدا، يعني لاعب خد فرص والناس شافته، ولكن بتكلم على معيار كولر اللي بيقول حسب ادائه. يا جماعه روي فيتوريا انا اسف بيقول حسب ادائه. احنا بنتكلم يا جماعه في الدوري 15 دقيقه من 270 دقيقه عبد الله جمعه لعبهم مع نادي الزمالك. بنتكلم في افريقيا، طبعا الزمالك كان عنده دور تمهيدي نتيجه تصنيفه، فلعب دقائق اكتر من الاهلي في افريقيا. عبد الله جمعه لعب 95 دقيقه من 360 دقيقه في السوبر، اللاعب ما كانش ليه دور. فانت بتتكلم لو بنتكلم حسب ادائه وبنتكلم بقى مين فعلا نديم ما بيثقش فيه، قيم الارقام وشوف اسهام اللاعب فيها، فهتعرف مين نديم ما كانش بيثق فيه. احنا هنا مش بنتناول ده لشان يخص عبد الله جمعه، نتمنى ليه التوفيق مع المنتخب، ده شيء ما عندناش مشكله فيه، ولكن المعيار والمنطق. يعني روي فيتوريا في الحتتين خالف المنطق، سواء في تعقيبه على علاقة اللاعب وسواء تعقيبه على فلسفته في اختيار اللاعبين. هو ده التضارب، هو ده التناقض الغير منطقي والغير مبرر، والأسوأ فيه زي ما بقول التوجه للنادي الأهلي في علاقته باللاعب. واللي أنا بكرر وبقول حاجة أنا ما شفتهاش من فترة طويلة جدا من أي مدرب لمنتخب. بص، هو موضوع الثقه ده كمان يعني في نقطه مهمه جدا وقع في مباراه السوبر، ويمكن تعرض لانتقادات حتى من اعلام نادي الزمالك، المدير الفني لنادي الزمالك بريرا، وقتها لما حصل اصابه لفتوح اللي بنتمنى له السلامه والعوده للمنتخب سريعا، وتم اشراك لاعب محمد سيد نيمار على حساب فتوح، وتم انتقال عمر جابر اللي هو بيلعب باك رايت ظهير ايسر، ان هو يلعب ظهير ايسر، وفي وعبد الله جمعه متواجد. فلو انت بتتكلم عن ثقه فمش كريم فؤاد اللي محتاج تتكلم وتقول مفيش ثقه بينه وبين النادي. هل لما تيجي تستبعد عبد الله جمعه في وقت من الاوقات هنسمع منك تصريح ان انا ضميت عبد الله جمعه وقت ما كان المدير الفني لا يثق فيه؟ وهنا بقى انت مش هتكون بتقول اي كلام، لان كلامك عن كريم فؤاد اثبتناه بدقائق اللعب بالمباريات اللي لعبها كامله، غاب مباراه واحده فقط لغير كريم فؤاد منذ
قدومك وتوليك مسؤولية منتخب مصر حتى نهاية الدوري. حتى في الموسم ده كريم فؤاد من أفضل اللاعبين الموجودين في الموسم، مسجل في السوبر، مسجل هدفين، صانع أهداف. فمبارياته الموسم ده للبعض حتى من المحللين قال إن فريق الداخلية بالشوط الأول بيلاعب كريم فؤاد. ده معناه ان كريم فؤاد لعيب كبير جدا، لكن هو بيلعب النادي الاهلي، ويمكن في لاعبين كتير في المباراه دي تعرضوا لعدم ما خدوش حقهم جماهيريا. واحد زي قفشه عامل مباراه كبيره جدا وعوده للاسيستات مره اخرى وضربات ثابته وتفاهم كتير بين اللاعبين، لكن موضوع كريم فؤاد مختلف تماما عن موضوع عبد الله جمعه. وحتى روي فيتوريا مختلف اصلا تماما عن روي فيتوريا، تخيلوا. يعني روي فيتوريا له تصريح وقت ازمه عدم اختيار عواد وقت الاتفاقات اللي تمت ما بين نادي الزمالك وكابتن حازم امام، وما تشكرنيش على الهوا، وخروج لاعبين من المعسكر يلعبوا مع نادي الزمالك وعودتهم والكلام ده كله. كان له مؤتمر صحفي قال في جمله هتخلينا نبقى واثقين اللي عملوا المؤتمر الاخير ده في مشكله وفي ازمه حقيقيه، يا اما على مستوى الشخصيه للمدير الفني، يا اما زي ما انا قلت في حد قاعد على ودان روي فيتوريا. نطلع نشوف التصريح ده عشان عندنا تعقيب مهم. Normalmente os jogadores cá não estão. انا طبعا المره دي يعتبر استثناء لان انا في العادي ما بتكلمش على اي لاعب مش موجود. Ponto 1. النقطه الاولانيه. Gosto do guarda-redes do Zamalek. انا gosto معجب, do jogador. معجب باللاعب ومعجب بحارس مرمى نادي الزمالك. Ponto 2. Tinha 7/8 jogadores do Zamalek para trazer. انا كنت هجيب من نادي الزمالك او استدعي منهم تقريبا 7 او 8 لاعبين. Ponto 3. Os 4 que eu trouxe foi porque entendi que nesta altura era aqueles que podíamos gerir em relação à equipa que temos e tendo em conta também o jogo que pode existir, ainda não sei se vai existir ou não, em relação ao Zamalek. طبعا النقطه الثالثه ان انا استدعيت الاربعه دول على اساس هم الاربعه اللي ممكن يحصل بينهم يعني معهم توافق مع وجودهم معانا وبرده نفس الوقت ما يعطلوش نادي الزمالك. يعني الراجل لما جاء يكلموه عن عواد قال دي اخر مره هتكلم فيها عن استبعاد لاعب، واعتبروا الامر ده استثناء اصبح قاعده عند روي فيتوريا. نسي اللي قاله في المؤتمر الصحفي الاول وجاي يبرر عدم اختيار كريم فؤاد، بس المره دي جود بانه يتدخل في العلاقه ما بين اللاعب والنادي. هنا انا اوجه يعني رسالتي لكابتن حازم امام بصفته المشرف على المنتخب القومي، طبعا كابتن محمد بركات مشرف على المنتخب الاولمبي. يا كابتن حازم، لو شايف في حد بيملي على روي فيتوريا حاجه معينه في اتجاه معين بلون معين، فحضرتك مسؤوليتك ان انت تقعد مع الراجل ده لانه هو مقرب جدا منك وتقول له التصريحات دي ما يصحش تخرج من المدير الفني لمنتخب مصر. ده لو شايف ان في حد قاعد بيكلم الراجل، ولكن لو شايف ان الامر ده منطقي فاحنا هنا مش شايفينه منطقي. فالكره في ملعب المشرف على المنتخب القومي، لان مثل هذه التصريحات صدقني بتدي معطيات لنهايات كلنا مش هنكون راضيين عنها، لاننا كلنا في المقام الاول يعنينا انجازات المنتخب المصري لانها غابت بقالها فتره طويله جدا جدا جدا. لا، هو كابتن حازم محتاج ببساطه يجيب الراجل يتكلم معاه فين فكره التعامل مع الانديه بهذا الشكل والزج بيهم في اتون هذه التصريحات. مشكله كبيره جدا جدا جدا، خصوصا لو بالشكل الغير محترف ده، وان على فيتوريا ان هو يعرف حدوده في التعامل مع الانديه، وليس معرفه حدوده ده مصطلح مسيء، ولكن معرفه حدوده بمعنى ايه حق عند النادي وايه اللي مش حق ليا عند النادي او لا يحق ليا التصريح فيه. زي ما كان اختيارات عنيفه وقاسيه جدا لكيروش، هو ده نموذج لمعرفه حدوده، بمعنى كيروش كان يختار من يختار، استبعد قفشه وشريف وجمهور النادي الاهلي، عشان هنا احنا بنقول الموضوع ليس جماهيري، كان رافض وغاضب للاختيارات، ولكن كيروش كان يعرف حدوده في التعامل مع الانديه. وتعالوا نشوف التصريح ده وتفهموا منه اللي انا بقصده كويس قوي. من اول يوم لحد اخر يوم في شغلي هنا انا بتكلم عن لاعب واحد فقط، وعايز اقول لكم مين هو بشكل واضح جدا هذا اللاعب. The name of that player, اسم هذا اللاعب it is very simple. بسيط جدا. Egyptian team. الفريق المصري. That's المنتخب المصري. ده اللاعب الوحيد فقط اللي انا اقدر اتكلم عنه، ما فيش اي اسامي ثانيه او لاعبين ثانيين. وصلت الفكره؟ القصه كلها في الفكره. كيروش اختار ان هو يستبعد لاعبين مهمين جدا ولهم شعبيه جارفه في انديته.
ولكن الراجل قال لن أعلق على اختيارات الأفراد، وفعلا على مدار مدته ما تكلمش في فكرة الأفراد، ولكن كان عنده فلسفة واضحة وهي إن أنا ما بعلقش، قال لو هعلق هعلق على لاعب واحد فقط وهو المنتخب المصري. عشان كده هذا الرجل كان يعي حدوده جيدا مع الأندية، وبالتالي بعد عن فكرة إن أنت تقدر تقول إن هو قال تصريح غير محترم. لا، عشان كده في حاجة كمان، ما كملش مع منتخب مصر واعترض على التعامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وحصلت أزمات، وكان أطرافها مين؟ هما نفس الأشخاص. ما أنا بقول لك عشان كده، فالقصة كانت بالنسبة لراجل يعني واضح جدا، واخد قرارات معينة لا يقبل التدخل في عمله، عنده شخصية قوية، ما بيكملش معانا للأسف. ونتمنى ان فيتوريا يتحلى بالشخصيه القويه، ولكن الشخصيه القويه مش في فكره ان انا صرح تصريحات تقلل من نادي او علاقته باللاعب، لان النادي الاهلي يعرف جيدا امتى جاهز لاعب زي كريم فؤاد، عشان تشوفوه بالمنظر الاستثنائي اللي ظهر بيه، وعمر ده ما كان يحصل لو النادي الاهلي ما كانش بيثق في اللاعب. بالعكس، كل لاعب داخل النادي الاهلي كان النادي الاهلي بيثق فيه. وافتكروا من فتره قريبه هنا في نفس المكان ده اتكلمت التصريحات على ياسر ابراهيم ان موسمه مع النادي الاهلي انتهى. تخيلوا الموسم بتاع ياسر ابراهيم مع النادي الاهلي انتهى، وقلنا لكم هنا ان دي فلسفه هدفها الاضرار بمصالح النادي الاهلي، وياسر ابراهيم هيكون موجود في الملعب، وشفتوا كلكم ياسر ابراهيم، لان دايما احنا هنا بنكون سابقين بخطوه. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره بار روم اللي احنا دايما وابدا بنتحدث عنها، وبنحط دايما نقط كده فوق الحروف، وبنوثق للاخطاء التحكيميه، وبنوثق للتوجهات اللي ممكن تحدث، وبنوثق للتجاهل اللي ممكن يتم. كلاتنبرج زي ما عود جماهير كره القدم المصريه، وقال في المؤتمر الصحفي ان هو كل جوله هتنتهي هيكون في فيديو يتكلم فيه عن الحالات الجدليه. جينا الفترة اللي فاتت أو الجولة اللي فاتت، مش اللي خلصت دي اللي قبلها، اتكلمنا إن في بعض الحالات الجدلية تم تجاهلها، وحسن انفعل إن هو قدر إن هو يتدخل ويقدر إن هو يعمل عن حالة طرد تغاضى عنها محمد معروف، حتى لو قال ضمنيا إن أنا مختلف مع قرار الحكم، بس على الأقل جابها وما تجاهلهاش. المرة دي بقى إحنا مش عارفين هل هو مشغول، لأن وخد مني معلومة مؤكدة، كلاتنبرج بعد كل جولة بيعمل اجتماع فني مع طاقم التحكيم مع الحكام المصريين، ويبدا يستعرض الحالات بعد كل جوله، سواء زوم ميتنج او حضور. الجوله دي ما حصلش اي حاجه، ما حصلش اي حاجه، مفيش اي كلام دار بينه وبين التحكيم او الحكام، والحكام بدات تفقد قصه ان لها رئيس لجنه حكام باختصار شديد. فكلاتنبرج ما عملش ده، وعمل حاجه انا بتوقع ان هو مشغول، او انه نفس الكلام اللي هنفضل نقوله كل شويه. في ايه بيحصل؟ ان انت تجيب مباراتين فقط لغير من اصل 7 مباريات اتلعبوا في الجوله، في مباراتين مؤجلتين، طب انت فين باقي المباريات؟ هل ما عندكش حالات في المباريات دي ان انت تستدعيها؟ مفيش حالات في مباريات اخرى تستدعيها، بس فقط لغير الحالات كانت في المباراتين دول. وطبعا المباراتين دول لازم يكون فيهم مباراه للاهلي، ولازم يكون في قرار ياكد ان الحكم كان صحيح، وان اعتراض جماهير النادي الاهلي على حاله تحكيميه مثيره للجدل مش في محله. فخلينا نستعرض الحالة الأول بتاعة النادي الأهلي عشان تبقى الناس واضحة. دي حالة طبعا الهدف اللي تم إلغائه لكريم فؤاد، واللي حصل عليه انقسام في آراء خبراء التحكيم، والقصة بوضوح شديد زي ما حضراتكم شايفين الدنيا صعبة، والخط الأزرق تقريبا شبه منطبق مع الخط الأحمر، ودي الصورة اللي كان فيها جدل، لأن الجدل كان مش بس من وقفة اللاعبين سواء المدافع محمد نجيب أو كريم فؤاد، لا كمان في وقت لمس أفشل الكرة كان ارجع كدر، لا روح كدر، فالكدر ده ممكن يغير في حالة تحكيمية. طيب هنفترض أن عمرو الشناوي حكم الفار وقف وحط النقط سليمة وثبت لمس الأفشل الكرة سليم وقت اللمسة، في النهاية أنت شايف خط أحمر سابق خط أزرق، ولا يكاد يكون الخطين متطابقين؟ في الحالة دي حصل في الدوري الإنجليزي، وإيفاب بعت للبريمير ليج قال لهم الحالات اللي زي دي، شوز الحذاء أو حذاء اللاعب المدافع أصغر من حذاء اللاعب المهاجم والكلام ده كله ما ينفعش نقف عنده بالشكل ده. قصة الزوم الكبير ده ما بقاش بيحصل، وشفنا جون لراشفورد يعني كان واضح شكينا ان هو تسلل، ولكن اتحسب جول عادي جدا بسبب القصة دي. طيب كلاتنبرج ده أصلا خبير تحكيم إنجليزي، فالمفترض يكون جاي بثقافة حتى
التحكيم الانجليزي، لكن واضح جدا ان هو تم تمصيره. يعني انا لو جاي بثقافه التحكيم الانجليزي هقول للحكام بتوع ايه ان القصه دي زي ما ايفاب بعت للبريمير ليج ويقول لهم ان الامور اللي زي دي بالملي والكلام ده بنتجاوز عنها لو القصه لصالح المهاجم. طب الخطوط منطبقه، هنفترض ان عمرو الشناوي عمل كل حاجه كويس، الخطوط تكاد تكون منطبقه الاحمر مع الازرق. ناهيك عن اسلوب عمرو الشناوي في التعامل مع امين عمر حكم الساحه، مش اسلوب فيه احترام متبادل بين الحكمين. انا هنا مش هتكلم عن امين عمر لان الصوت طالع من تقنيه الفيديو اللي امين عمر بيساله السؤال الطبيعي القانوني، وانا سالت قبل ما اطلع على الهواء كده عشان ما اقولش كلام الا بعد الرجوع لخبراء التحكيم. لا، المفترض حكم الساحه بيساله التسلل على مين، يرد عليه بشكل فيه لائق من حكم تقنيه الفيديو عمرو الشناوي، خاصه هو المفترض يعني حديث السن، ولكن واضح جدا ان هو قوي بما يكفي ان هو يتعامل مع حكم الساحه بالشكل ده. خلينا نشوف الفيديو ونشوف القصه اللي تمت ما بين حكم تقنيه الفيديو وامين عمر ونرجع نعقب. بس مش كمان سيدي فريم؟ لا ارجع فريم. بس ماشي. استنى عم تلعبش ترنجريشن على طول. تشيك طب على ايه؟ تسلل؟ ترنجريشن؟ اه بشيك على التسلل. تشيك اوف سايد. ايه؟ لا ترنجريشن. بنشيك على التسلل. تمام؟ ايه ده بس؟ كيف المهاجم؟ تمام؟ كيف المهاجم؟ اطلع فوق، اطلع فوق، بس كده كيف المهاجم؟ تمام؟ ورجل المدافع ده. انزل. فوق سنة. بس. الأحمر سابق. أمين أوفسايد. اهدى شوية، بنشيك على التسلل. ده اللي ظهر، ده اللي ظهر وده اللي اتقال لحكم الساحة، وده اللي واضح من الفيديو بطريقة مختلفة. كمان الصورة اللي ظهرت من الخلف وضحت إن الكرة بعيدة لسه كانت عن رجل محمد مجدي قفشة، ولكن احنا حتى بافتراض إن الكرة تم التثبيت بشكل صحيح، الكرة وقت لمسة محمد مجدي قفشة بشكل صحيح، الخطوط المتقاربة دي هنقول لا تسلل. طيب وأنت بتراجع مباراة، مش المفترض بتراجع كل الحالات اللي في المباراة دي؟ يعني إيه بتراجع كل الحالات اللي في المباراة دي؟ يعني بتشوف الأهداف. ما هو تقنية الفيديو بتدخل في إيه؟ في أربع حالات. ففي حصل حالات في المباراة دي فيها أهداف وفي هدف تم إلغائه. طب مش المفترض تشيك على الأهداف؟ خليني أقول لك إن هو في المباراة الأخرى شيك على أهداف ولغى هدف. الحكم الفار لغى هدف. ممكن نستعرض الصوره واضحه جدا الالتحام او الاصطدام، وقال اتفق مع حكم الفار عشان حصل اصطدام، ايد المهاجم اصطدمت بوجه المدافع. وده لا قبل ما نجيب صوره اكرم توفيق، اللقطه اللي لسه دي ما كانتش الكره اللي المهاجم اللي اللاعب ده خدها ولعبها، لا ده اللاعب ده بصاها لحد تاني شاطها لحد تاني عمل فولو، فالقصه كان في بدايه الهجمه. ارجع هات بقى صوره اكرم توفيق. هو ده مش اصطدام في الوجه؟ هو ده مش ايد لاعب مهاجم في وجه اكرم توفيق؟ هو ده مش اللاعب ده سدد الكوره الشناوي اتعامل معاها في لاعب عمل فولو عليها وسجل هدف؟ طب انا كحكم هنا ككلاتنبرج، حاله زي دي ما بتتراجعش ليه؟ حاله زي دي ما بتتراجعش ليه؟ يعني انا الاولا انت جيت خدت مباراتين من سبعه قلنا ماشي، رحت المباراه النادي الاهلي قلنا ماشي، جبت هدف وقلت لا ده تسلل وانا مع حكم الفار قلنا برضو ماشي. طب هدف الداخليه ما بيتراجعش ليه؟ خاصه وانت في المباراه الثانيه اللي مع مباراه النادي الاهلي انت بنفسك قلت ان في اصطدام ايد المهاجم بوجه المدافع. اللي احنا جبناه لك لاكرم توفيق دي ايه؟ وانا هنا بقى رساله هوجهها لاكرم توفيق، لعيب رجوله ولعيب اسد وكل حاجه، ولكن يا اكرم لازم يكون في جزء شويه كده نتعامل فيه بحقك لازم تاخده. لا انت استثنائي في الملعب، ولكن في القانون وحقك في الاخطاء التحكيميه لا لازم تاخدها، انت لاعب زي كل اللاعبين. وجهت لك الرساله دي الموسم الماضي لما كان في كريم نيدفيد في مباراه الاهلي وفيوتشر دخل عليك بتاكلين جامد جدا داخل ال 18، وروحك والقتاليه وحماسك خلاك تقوم وانت تستحق ركله جزاء عشان تحاول تسدد الكره. مع التحكيم المصري مش هيديك، مش هيرجع. فلقطه زي دي
انت نزفت دم من مناخيرك وانت واقف بترمي الاوت وحكم المساعد شافها وجاء حكم الساحه امين عمر قال لك اطلع اتعالج بره، فانت ناقص ايه يا اكرم عشان تقع؟ يعني بوكس في وشك جاب دم يا حبيبي، والله الروح القتاليه دي اجمل ما فيك، وانت من ارجل اللعيبه بقى الارجل لاعب في مصر من وجهه نظري، ولكن في النهايه حقك لازم تاخده، اتخبطت في وشك اقع، خاصه ان انت فقدت تركيزك في اللحظه اللي انت اتخبطت فيها في وشك، فبقيت انت اللاعب اللي مغطي التسلل بتاع المهاجم، فتحملت مسؤوليه الهدف، فدي نقطه لازم انت يا اكرم تاخد بالك منها بشكل مهم جدا. روحك القتاليه وحماسك شيء ايجابي جدا، لكن ما يخليكش تفقد حقك. ولكن نرجع لكلاتنبرج، هو اللاعب بقى لازم يكون غير اكرم توفيق عشان نبدا نراجع الحلقه؟ طب يا سيدي اكرم توفيق اكرم رجوله واكرم قلب الاسد وما خدش باله ان الايد دي ضربت في وشه، لاعب ربنا يحميه يا رب، استثنائي مثلا. انت بقى تقنيه الفيديو لما انت بتراجع بالدقه دي وارجع لي هنا ووقف لي هنا وحط لي هنا واعمل لي هنا، ما رجعتش هدف زي ده ليه؟ انت بقى ككلاتنبرج بتتفق مع الحكم ده وجبت فاول هدف زي ده اتلغى في المباراه الثانيه اللي انت جايبها في الفيديو بتاعك، ما وقفتش عند ده ليه؟ ما وقفتش ليه؟ هو احنا نبدا من اول الموسم نبدا نشتغل هات دي وخد دي وسيب دي؟ احنا عايزين نوصل لايه؟ انا اقول لك هم عايزين يوصلوا لايه باختصار شديد جدا، ان كلاتنبرج ده خبير التحكيم الاجنبي اللي عنده اخطاء تحكيميه، وانتوا نفسكم معترضين على وجوده كرئيس لجنه الحكام، وبالتالي فرق ايه عن خبير التحكيم المصري؟ فيمشي كلاتنبرج نوفر شويه دولارات ونبدا نجيب خبير تحكيم مصري يبدا يعين حكام اللي بيتحب واللي بيحب الفريق اكتر من نفسه، والقصه تتم بالشكل ده ونفضل مستمرين في اننا عمالين نحفر لتحت نحفر لتحت، لما جبنا كل القاع في اننا نازلين بمستوى التحكيم المصري، لان الناس حاطه الوان وحاطه معايير غير معايير العدل في منظومه التحكيم المصري. انا مش بطالب هنا غير بالعدل فقط لا غير، حاجه على النادي الاهلي على عيننا على راسنا طالما عادله، لكن المعايير اللي احنا شايفينها دي معايير لا تتفق اطلاقا ولا تقترب من العداله في شيء. كلاتنبرج انا على عهدي بالكره المصريه من سنوات مفيش اخبار بتطلع الا ما بيكون بالونه اختبار. بمعنى ايه؟ الخبر اللي طلع بتاع ان كلاتنبرج هيكون موجود معاه كابتن سمير عثمان كمساعد، تمام، تم نفي الخبر والراجل محدش اختاره ومفيش الكلام ده كله تمام، بس صدقوني وافتكروا الكلام ده، مفيش الاخبار دي بتطلع عندنا الا لما بيكون هدفها فكره جس النبض. شوف لي رد فعل الناس ايه، شوف لي رد فعل جمهور الاهلي ايه، شوف لي رد فعل، ما هو عايز هو لحد دلوقتي يا جماعه الفكره ايه؟ هو كلاتنبرج بالنسبه لهم تجربه ضبابيه، هو مش عارف هل الناس فقدت الثقه في كلاتنبرج فيلا دوس قوي، ولا ابدا اعمل مرحله انتقاليه زي كابتن سمير عثمان او اي حد. على فكره القصه مش معني بقى كابتن سمير عثمان، يعني حد موجود مع كلاتنبرج وشويه، طب الراجل ده ايه لازمته؟ لو على المحاضرات ما احنا سهل جدا يبقى في محاضرين موجودين متكافئه ونجيب حتى محاضرين، ما يبقاش الراجل ملتزم معانا بشكل شهري او دوري يكبدنا مبالغ بندفعها. فحطوا في اعتباركم ان ما فيش حاجه بتطلع كده، وما فيش حاجه بتطلع كمان في التوقيت اللي هو بعد جدل او في الفتره دي الا ويكون في هدف ليها ان الدنيا تتقال ازاي او تتشاف ازاي. أسامة بيتكلم على فكرة أمين عمر إن عمرو الشناوي على الفار بيكلمه بشكل ما، يعني أنا بعيداً عن بيكلمه إزاي ده شأن يخص كابتن أمين عمر إذا كان هو شايف ده مناسب ليه أو لأ، أنا تحديداً كابتن أمين عمر مش معني بيه قوي، ولكن اللي أنا معني بيه هو تعيين كابتن أمين عمر نفسه. هو هل كلاتنبرج جه حد اتكلم معاه قال له الراجل ده، يعني أسامة حد بيكلمه في الفار، ده الراجل السنة اللي فاتت الفار جابه في لعبة مش مفترض أساسا الفار يتدخل فيها، يعني احنا بنروح لرفاهية قوي بالنسبة لكابتن أمين عمر اللي الفار استدعاه في كرة احنا بنقول إن هي أكبر وأهم حدث يثبت أخطاء ومشكلة وعوار التحكيم الموسم اللي فات، وإن القصة كانت أكبر من جهل بالقانون، لأن لما يجي يتصنف اللعبة بتاعة البنك الأهلي الفاول اللي تم إلغاء الهدف فيه وتيجي لعبة مماثلة في الزمالك ونلاقي رد الفعل مختلف تماما ومفيش روح بروتوكول اتقالت، يبقى هنا احنا كنا قدام واقعة مرعبة كان بطلها كابتن أمين عمر. اللي أنا بالنسبة لي استدعائه بالشكل ده وبالسرعة دي وفي أول مباريات الدوري شيء عليه علامات استفهام كبيره جدا. هل كلاتنبرج الناس بتقول له الراجل ده السنه اللي فاتت مع الفرق دي كان عنده مشاكل ايه؟ لان اسامه مش ده بس، لا
خد مثال تاني. طب اكمل بس فكرتي بعد اذنك في النقطه دي. خد مثال تاني لنفس المبدا اللي هو ايه، محمود معروف، اللي هو قصدي محمد معروف، نفس الفكره برضو كان سيراميكا الراجل بطل، بطل مشهد كارثي السنه اللي فاتت معروف في مباراه سيراميكا، لدرجه ان هو هجم ونزل بيان والراجل ده، الراجل جه بطل مباراه الزمالك مع نفس الفريق. على فكره يا جماعه انت ما بتديش الحكم الثقه كده، كده في حاجه غلط، لان طبيعي حتى التحكيم نفسه في حاجه اسمها سكاوتنج للتحكيم. انا باجي اقول لك خلي بالك الراجل ده السنه اللي فاتت كان عنده ازمه في المباراه دي، كان طرفها كذا وكذا، ابدا اشوف وانا بختار، يبقى في سيكولوجيه للاختيار. انما معروف في مباراه الزمالك وامين عمر في مباراه النادي الاهلي بعدها الاسبوع اللي بعده، انا عندي 100 علامه استفهام تديني ايحاء ان الراجل ده مش متقال له اي حاجه عن اي سيره ذاتيه للحكام دول مع النادي الاهلي او نادي الزمالك على حسب الاستخدام المغاير. اتفضل يا استاذ. وانا هقول لك بقى هنا ايه، ما احنا لو عارف انت لو استبعدنا حكم اخطا مع النادي الاهلي مش هنلاقي حد يحكم من التحكيم المصري. بس دي لا مختلف، بس في رد تماما. برضو في رد ممكن يجي يقول لك اذا كان حكم مباراه الاحتواء الشهيره اللي مر عليها سنه، احنا قلنا ليه الحكم ده ما بيجيش يحكم وجاء محمد جاء محمد عادل. بص بس ده راجل كتطبيق قانون جوه الملعب. مين؟ بص كلعبه او حالات دي قصه مختلفه، انت بتتكلم خطا تطبيق قانون مش بتتكلم فيه تقدير فني يا اسامه، وده كان عشان كده احنا قلنا دي الماستر سين بتاعت الموسم. اكيد، لكن ايضا محمد عادل الراجل واضح جدا الناس اعترضت عليه طبعا، دي قصه ثانيه. فخلينا نتعامل مع التحكيم. ماشي يا عم كلاتنبرج، انت جاي بتقول انا راجل رئيس لجنه حكام انا مختلف عن ما قبلي، فما قبلي ده هو اللي كان مدي تعليمات، فانت جاي بتدي تعليمات مختلفه، احنا شايفينك نفسك عندك معايير مش صحيحه، عندك تضارب في الحالات، ده حقيقي، عندك استبعاد لحالات واختيار لحالات، فالقصه كلها انت عندك كده كده مشكله. انا ممكن اتفاهم ان انا خلاص يا جماعه انا من رئيس لجنه الحكام حاسب الحكام بتوعي من السنه دي وانا المسؤول، تمام، امين يا عم كلاتنبرج، لكن اللي انت بتعمله ده مش هيخلينا نثق فيك، لان اللي انت بتعمله ده في اسقاط لحالات في مباراه واسقاط المباراه بالكامل. يعني مباراه الزمالك وانبي مثلا انت ما جبتش ليه الحالات بتاعه الزمالك وانبي؟ ده حقيقي، وبعدين انت طماع جدا عايز حالتين من الداخليه، ده انت متخيل حجم الحالات اللي خدها في الاسبوع كله اصلا قد ايه؟ يعني لا قليل جدا طبعا مقارنه بعالم شبهه في الماتش الثاني. ده الاغرب، بس حالتين من الداخليه يعني انت متصور الراجل تقريبا شاف الاهلي يعرض لنا انبي نبدا نشوف ركله جزاء بتاعه الغير محتسبه الانبي. احنا هنا ما بنبديش راي يعني انا تحديدا، تمام، بس زي ما اسامه قال لكم على الاقل اللعبه جدليه، انت كراجل بقى تعالى اسني على ان لا اللي هنا ما كانش فعلا اللعبة. لا ده مش جدليه، دي ركله جزاء انبي، تمام، دي اللعبه الجدليه، هو تجاهلها يا عم، لا تعالى واضحك عليا زي ما انت ضحكت عليا في مباراه الداخليه واستبعدت صوره اكرم، وهات لي صوره ضربه جزاء الزمالك وقول لي دي اتاخد عليها كونفيرم صحيح ولا غلط. اهو بنكلمك في ضربه الجزاء اللي متفقين عليها انها ضربه جزاء، هاتها في حاله من حالات تقنيه الفيديو حصلت وحكم خد قرار وحكم الفار اداله كونفيرم عليها، ما تجيبها وشيد بالحكام. هو دهاليز التحكيم المصري كبيره جدا، وانا شايف ان كلاتنبرج لن ينجح. اولا لازم يكون هو عنده الرغبه في النجاح، بس ثانيا ما لم يكون في رغبه بمساعدته بجد بان يكون التجربه دي تنجح، مش التجربه دي تكون هي الفخ اللي اتحط عشان ما نشوفش اي خبير تحكيم اجنبي تاني. وعشان كده بقول لكم افتكروا كويس قوي ان الخبر اللي طلع من فتره ما هو الا جس نبض. بس تعالوا بقى نشوف حاجه مختلفه جدا، وهي يمكن بيكون عندنا دايما تعقيب على فكره التداخل مع الحالات التحكيميه. كابتن احمد الشناوي في الاستوديو، تعالوا نشوف كيف تم تناول لعبه التسلل بتاعه الداخليه، وحطوا في اعتباركم ان عمرو الشناوي نجل كابتن احمد الشناوي كان هو اللي على الفار. مشاعرك وانت بتتفرج على الماتش يا عيني وابنك بيبقى على الفار؟ انا ابني في البيت في شغلي ما اعرفش ابني. لا بص بقول لك ايه، انا بتكلم بامانه يعني، خلي يعني بالك حازم امام ايام، خلي بالك بص بنقول الكلام ده. بص انا عايز اقول لك انا ممكن، لكن دي شغلي، ده شغلي دلوقتي، انا في شغلي ماشي. فهنا لاعب الفريق الداخليه محمد نجيب قدمه هو اخر جزء بالظبط كده ولا غلط؟ تمام، فحط العلامه عليه وراح على اخر جزء من المهاجم، من اخر مهاجم، وحط علامه عليه اللي هو كتف لاعب النادي الاهلي. تمام، خدت بالك؟ فلما لما هو حط النقطتين بتتاخد النقاط دي وبيدخلها على جهاز هو اللي بيطلع الخطوط دي. نعم. لو كان كتف
اللي عليه النقطة اللي عليه بتاع النادي الأهلي، لو كتف لاعب النادي الأهلي باين زي ما حذاء لاعب الداخلية باين كنت أقول لك الكرة ليست تسلل، ولكن حذاء لاعب الداخلية زي ما أنت شايف باين لنا كويس جدا، ولكن كتف لاعب النادي الأهلي متقدم. إحنا عشان خاطرك هنقول واضح، لكن هي لا فيها تسلل ولا يحزنون، لكن عشان خاطرك هنقول واضح. ماشي يا كابتن، سؤال، هل كتف لاعب النادي الأهلي باين؟ على نفس الخط. أنا بسأل بس عشان ردوا عليا. أنا عايز أسأل سؤال يا كابتن، هو الدراع محسوب؟ لا، الجزء ده يتحسب من الجسم، لأن دي لو جت فيه لحد الكوع، هي الحتة دي، الحتة دي مش لحد الكوع. أنا بسأل، أنا عارف لحد الكوع. لا مش لحد الكوع، الجزء ده يا كابتن. أنا فاهم يا كابتن، أنا بس بياخد منك، أنا باخد منك الإجابة يا كابتن. لحد هنا أوفسايد؟ لا، لحد الحتة دي موجودة كده. أنا فاهم، ما هو بيجاوبك. ماشي، لحد هنا، لحد هنا مش بقى الصورة. بص، الكتف بتاعه من فوق، الكتف بتاعه من فوق يا كابتن، أهو لاعب النادي الأهلي أهو، الكتف بتاعه أهو، الخط جاي عليه. خلي بالك لو انت بصيت هتلاقي خط ازرق وملامس لقدم محمد نجيب، وخط احمر هو اللي ملامس لاخر جزء في. بص يا كوتش، النتيجه 4-1 في كريم، هي النتيجه 4-1 نعديها يا كابتن. هي النتيجه، هي النتيجه 4-1. بص يا كمان، بص يا اصل هي لقطه جدل، يعني فيها نقاش. خلي بالك، ما احنا عايزين نوصل لحاجه مهمه برضو يا كباتن، عشان مش للماتش ده، للماتشات الجايه. الحكم طالما حط النقاط صحيحه، نعم، ما تسالهوش الجهاز اللي طلع ده. ما احنا عاشور، ما قلنا نفس الكلام يوم عاشور وفاركو، كان نفس الكلام. في ناس حطت نقط في كل الاحوال. لا، النقط محطوطه صح. مش بتكلم على هنا يا كابتن، قبل كده في ناس حطت نقط. عشان وقتنا، عشان وقتنا خلاص. احنا لاجل خاطر الكابتن شناوي، وعشان تبات النهارده في البيت تمام التمام 100 100، احنا بنمسيها اوفسايد. انا بهزر معاك يا كابتن شناوي، انت بتنورنا وتشرفنا. بصوا، بنقاط سريعة وبنفس روح كابتن شوبير في التناول مع كابتن أحمد الشناوي، يمكن أولا لازم أثني على كابتن عماد متعب، لأن هنا في المكان ده انتقدناه كتير جدا في أن بعض اللعبات بيكون تستدعي أن أنت تشاور، مش منطلق أن النادي الأهلي تديله ما ليس حقه، ولكن طالما اللعبة حملت أوجه زي ما كابتن عماد متعب نفسه قال أن اللعبة تحتمل إبداء الآراء، فقلنا أن طبيعي أن تبدي الرأي اللي في الجزء اللي مع النادي الاهلي، طالما هو فيما يدعم ان هو صواب. فطبعا بنثني على كابتن عماد متعب، لان ده الطبيعي وده اللي بنشوفه من كل الناس اللي موجوده في الاستوديوهات، وميولها بتكون واضحه احيانا في لعبات ما فيهاش حماله الاوجه زي دي، او ما فيهاش اصلا اي امكانيه ان يكون ناديها ليه اي احقيه فيها. فده هو ده اللي اصبح الطبيعي، مش ده الطبيعي. ده طبعا وللاسف، ودي مشكله كبيره جدا. انما الجزء الثاني يخص كابتن احمد الشناوي. طيب، انا مش عايز اقصى على كابتن احمد الشناوي، لان هو كتير جدا الراجل ده بيتحمل ضريبه ان هو بيتعمد يقول وجهه نظره وقناعته بخلاف رغبات البعض، فمش هنيجي برضو نناقض نفسنا هنا. وهي للامانه اللعبه فيها، يعني لو القرار تسلل تحتمل، ولو القرار ان ما فيهاش تسلل ما تقدرش تقول ان ده خطا، فاللعبه فيها جدل. ولكن كابتن احمد الشناوي من البدايه للنهايه كان الخط اللي بيدعم عدم وضوح وجهه نظره هي فكره ان ابنه اللي موجود على الفار. فانا بتمنى ان في الحالات المماثله او في المباريات المماثله، يعني عشان نعفي كابتن احمد الشناوي من الحرج ده، ما يكونش هو اللي موجود في تحليل الحالات الفنيه للمباراه، وليس فكره ان هي لا، كان في حاله في البنك الاهلي اوضح بكتير وكان فيها مشكله، وكان عندنا مشكله واضحه مع كابتن احمد الشناوي فيها، وللامانه كنا بنفس الوضوح وقتها. ولكن اتمنى ان الموضوع ده يا جماعه في حلول كتير جدا، وفي ناس بتحلل التحكيم كتير جدا، وهم ايضا محللين تحكيم جيدين ولهم اسمهم، نحل المشكلة دي بأن ده ما يكونش حاصل، عشان ما يتحطش في حرق طول الوقت تبرير أن رأيه نتيجة أن ابنه اللي موجود على الفار، لأن خصوصا أن كان في سابقة بتاعت البنك الأهلي هتخليك دايما تستحضر أن ممكن الرأي ده على نفس الشكل. يمكن دي كانت القصة معانا في مباراة الداخلية، ونتمنى النجاح لمنظومة التحكيم المصرية، وانتظرونا بعد الفاصل لأن في كلام مهم جدا جدا جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي خط احمر، والاهلي خط احمر، يعني بالتاكيد مش هنعدي بعض الكلام اللي بنشوفه دايما وابدا من وجهه نظرنا طالما معانا معطيات مختلفه، ان هو كلام مغلوط وكلام مش حقيقي. في مشكله ان البعض بيشتغل في قنوات محايده، ولكن هو
عارف قوي هو بيعمل ايه، وعارف كويس قوي ان هو في وقت من الاوقات مش هيقدر يفصل انتمائه عن التواجد على الشاشه بداعي المحايد. ويمكن كان له وقعه وشهيره كابتن احمد حسام ميدو لما كان شغال في احد القنوات قبل مباراه نهائي القاضيه اللي هي 27 نوفمبر 2020، وطلع قال بوضوح ان البرنامج بتاعي هنا هيكون بيحافظ على استقرار نادي الزمالك ومش هيتكلم عن اي خبر ممكن يكون سلبي على نادي الزمالك عشان مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، في الوقت اللي كان بيصدر فيه اخبار عن النادي الاهلي وكان بيتحدث عن اصابات كورونا واليو ديانج مصاب بكورونا، وكان داخل في المعسكر الاهلاوي بشكل كبير جدا وبيرفع من معسكر نادي الزمالك بشكل كبير جدا. الغريب ان هو طلع وله تصريحات شهيره وما انكرهاش في احد البرامج او التطبيقات على النت، وقال ان انا بكون متفق مع نادي الزمالك في ان انا اضغط على لاعب معين او اتكلم في مكان معين، وكمان بكون متفق ان انا اشيد بالنادي الاهلي في بعض الاحيان عشان لما اجي انتقد النادي الاهلي يكون عندي مصداقيه. ماشي، ممكن نسمع الكلام ده في الاول فنبدا نختلف، نبدا نتفق، لا مش عارف ايه، لكن خلاص يعني الناس بقى سمعت الكلام ده وعرفت اتجاه الراجل ده مع كامل مع كامل احترامنا وتقديره بقى ان هو كلاعب وكان محترف وهو موجود وله كاريزما على شاشته والكلام ده كله ونجم عشان نكون امناء يعني، ولكن القصه مش قصه ان انا اخدم اجنده نادي الزمالك وانا بشتغل في قنوات محايده. روح اشتغل في قناه نادي الزمالك، وده اللي قلناه من زمان يا كابتن ميدو، لو شايف ان انت عايز تخدم نادي الزمالك روح اشتغل في قناه نادي الزمالك، لكن لو هتشتغل في قناه محايده وعايز تقدم النهج ده ما عندناش مشكله، بس احنا هنوضح النهج ده لجماهير كره القدم المصريه ويعنينا بالتاكيد جماهير النادي الاهلي عشان ما نقعش تحت ضغوط ممكن انت تشكلها بسبب ان انت في وقت تشيد بالنادي الاهلي وتيجي في وقت الجد تدوس بشكل او باخر على النادي الاهلي. طب كل المقدمه دي ليه؟ لان النادي الاهلي حقق بطوله السوبر، والطبيعي جدا ان انت معنويا بقيت افضل وبقيت راكب معنويا، فجاء الكابتن ميدو عايز يسحب منك المعنويه دي ويجرك للخناقه اللي احنا نعملها دي، بس احنا بنعمل الخناقه دي واحنا بنحتفل بخماسيه السنه اللي فاتت، وامبارح كنا بنحتفل بالجمعه ال 101، فقصه انك تسحبنا لخناقه احنا رايحينها عشان فقط لا غير حق النادي الاهلي وتصحيح للمعلومات الخاطئه، لكن من الاحتفالات لا، احنا خلاص بدانا نفهم كويس قوي اننا لازم ندي انجازاتنا حقها ولازم محدش يجرنا للمكان اللي هو عايزه، واحنا اللي نقدر نروح للمكان ده وقت ما نكون حابين اننا نروح للخناقه دي. ده بس مقدمه بسيطه كده، لكن تعالوا بقى نشوف اصلا الكابتن ميدو كان بيجر جماهير النادي الاهلي في الايه واعلام النادي الاهلي الايه، عشان عندنا تعقيب مهم ومهم جدا. هقرر لكم بالورقه والقلم ما بين عدد البطولات اللي حصل عليها الاهلي في اخر سنتين وعدد البطولات اللي حصل عليها الزمالك. هبدا بالاهلي. الاهلي حصل على 4 بطولات في اخر سنتين، دوري ابطال افريقيا 2020، دوري ابطال افريقيا 2021، السوبر الافريقي 2021، والسوبر الافريقي 2022. دول ال4 بطولات اللي حصل عليهم الاهلي. اوعى حد يقول لي ان حصول على برونزيه بطوله العالم بطوله، هي شرف وليس بطوله. نروح للنادي الزمالك. نادي الزمالك السوبر المصري بتاعه بتاع 2019 اتلعب في 2020 لو تفتكروا، يعني في اخر سنتين اللي انا اتكلمت عليهم، والزمالك كسبوا، ادي بطوله عدلي. السوبر الافريقي 2020 البطوله الثانيه، والدوري المصري 2020 2021 البطوله الثالثه. الدوري المصري 2021 2022 البطولة الرابعة، ثم كاس مصر 2020 2021. يعني في اخر سنتين قبل خوض مباراة السوبر الاسبوع اللي فات ده، قبل خوض مباراة السوبر في اخر سنتين نادي الزمالك حصل على 5 بطولات والنادي الاهلي حصل على 4 بطولات فقط. يبقى اللي انا قلته امبارح حقيقة مش كد، حقيقة. وتاني انا عرضت على حضراتكم موقف الناديين، اللي انا ما بقولش ما بقللش من النادي الاهلي، انا بقول ان النادي الاهلي ماشي تمام وسليم وصح وكل حاجه، ولكن لما نادي وفريق يمر بكل هذه الظروف، يمر بكل هذه الظروف ويفوز بعدد بطولات اكتر منك، يبقى لازم بطوله السوبر اللي فات دي تكون بطوله غاليه قوي عليك. وهو ده الكلام اللي انا قلته امبارح وغلطوني. هو الكابتن ميدو راح لسكه وشايف ان هو بيقول الحقيقه
وما قلتش الكذب، وده تأكيد للكلام اللي كان قاله عن قصة ان النادي الاهلي كان هيدخل في نفق مظلم لو كان فقد بطولة السوبر، وبطولة السوبر دي مهمة عند النادي الاهلي لان كان في تفوق لنادي الزمالك على النادي الاهلي اخر سنتين. هو مبدئيا معيار السنين ده مين اللي بيختاره؟ ليه ما نقولش اخر 4 سنين؟ ليه ما نقولش اخر 10 سنين؟ ليه ما نقولش في القرن الجديد؟ لا يا عم، اصل تأثيرها اخر سنتين. طب عندك واقعة حصلت في اخر سنتين فاصلة، ممكن نقول من بعد كورونا. لا، ده الكابتن ميدو وقع في الغلط عشان يحلل موقفه ويدي معطيات، فراح ان هو زي ما بيقولوا كده جالنا في ملعبنا لما اتكلم عن بطولة سوبر محلي 2019 اتلعبت في مارس 2020 بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وقت ما فاز النادي الزمالك بركلات الترجيح ورفض ان هو يروح مباراة الدوري، واتقال ان الباص اتعدل في فبراير 2020، وخد وقتها برضو في فبراير 2020 بطولة السوبر الافريقي من فريق الترجي لما اتقال احنا خلاص اتعشينا ودي خدنا بطولتين في اسبوع. طب انت ليه بقى ما بتحسبش للنادي الاهلي من توقيت البطولات اللي انت حددتها لنادي الزمالك؟ مش انت قلت بطولات نادي الزمالك 5 منهم سوبر افريقي وسوبر محلي؟ طب البطولات دي حضرتك واخدها نادي الزمالك في فبراير 2020، فتعالى اعرض لك بقى بطولات النادي الاهلي من فبراير 2020 بالمسطره بتاعتك انت، انا مش هتدخل. فهتلاقي النادي الاهلي خد دوري عام انت تجاهلته تماما، هتلاقي النادي الاهلي خد كاس مصر انت تجاهلته تماما، غير 2 دوري أبطال أفريقيا، غير 2 سوبر أفريقي، وبالتالي النادي الاهلي محقق 6 بطولات مقابل 5 بطولات اللي انت عرضتهم لنادي الزمالك، ده قبل ايه؟ قبل بطولة السوبر اللي كانت هتتلعب. فاذا مفيش اي تفوق معنوي لنادي الزمالك بمعايير ميدو على النادي الاهلي في عدد البطولات، بالعكس الاهلي 6 بطولات منهم دوري ابطال افريقيا، الزمالك 5 بطولات محلية منهم 2 دوري. الأهم كمان إن النادي الأهلي واخد بطولة أفريقيا على حساب نادي الزمالك، فده أصلا الدور المعنوي الأبرز للنادي الأهلي. فعلى أي أساس طلع ميدو وقال إن بطولات الزمالك أكبر من بطولات النادي الأهلي بمعاييره؟ طيب يمكن المواجهات المباشرة، يمكن المواجهات المباشرة، تعال استعرض المواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك آخر سنتين. آدي مباراة 2-0 النادي الاهلي 28/10/2022 اللي هي مباراه السوبر، قبلها مباراه اللي فاز فيها نادي الزمالك 21/7 اللي هي مباراه الكاس، قبلها مباراه الاهلي والزمالك 2-2 تعادل، مباراه الاهلي والزمالك 5-3 من سنه، مباراه الاهلي والزمالك 2-1، الاهلي والزمالك القاضيه 2-1. دي المواجهات اللي النادي الاهلي قابل فيها نادي الزمالك. كان الفوز للنادي الاهلي في معظم كل 4 مواجهات تعادل مره هزيمه مره. طب تعالى نروح ل 13 مواجهه ما بين الاهلي والزمالك من موسم 2018/2019، وده اللي هو ال4 سنين. خلينا رحنا للسنتين اللي فاتت، ده المعيار بقى. المعيار بتاعه انا احنا قلنا ايه؟ طب ما نحط معيار تاني بقى لما تيجي تتكلم عن المعيار، صح؟ خاصه ان ميدو قصته كلها في الليله دي كلها عباره عن معايير للرعايه بالزبط. وبيرمي في الرعايه وبيرمي على احتفالات النادي الاهلي. طب الرعايه دي 4 سنين. قبل بس يا جماعه ما نعرض المواجهات دي محتاجين بس نوصل الفكره. احنا ما بنحبش، احنا ردينا على كابتن احمد حسام ميدو في حته السنتين مش قناعه خالص بان اللي هو عمله ده ملعبه ومعطياته، ده احنا ردينا ان نقول اصلا المعطيات اللي انت استندت بيها في القضيه بتاعتك عشان تشرح للناس مبدئيا كده يا غلط، فدي نقطه خلصنا منها. انما احنا ما بنلعبش الجيم بدماغ حد، انت تعالى العب الجيم مش بدماغنا. صح، انت لما بتتكلم عن الراعي، الراعي بيبص لل4 سنين زي ما كان كده في 4 سنين، زي ما عقد الرعايه دلوقتي اللي بنتكلم فيه 4 سنين. انت ما تجيش تفصل لي وتقيف لي وتعمل لي التوب بتاع الرعايه او البطولات على مزاجك او على طريقه تفكيرك، وتيجي تقول لي اصل في السنتين انا متفوق، وان كان ده اصلا طرح مخطئ وطرح يخلو تماما من الارقام الصحيحه. ولكن تعالى بقى نقيس، لو انت بتتكلم في ال4 سنين كراعي كان بيرعاني انا كاهلي وكان بيرعاك انت كزمالك، ايه المنتج اللي حققه او ايه المكاسب اللي حققها او الفريق اللي بيرعاه ده حقق ايه مقارنه بالفريق الاخر؟ لو بنستعرض على مستوى البطولات الاول والرقم اللي هو الكبير والعام، انت بتتكلم في 9 بطولات للنادي الاهلي مقارنه ب6. شكل البطولات دي انت بتتكلم 2 دوري عام، 2 سوبر، كاس مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، و2 سوبر أفريقي، وبرونزيتين كاس عالم للأندية، مقارنة ب6 بطولات لنادي الزمالك. هنا بقى في حاجة مهمة وفكرة نوعية البطولات،
برضو مش هتاخدني للحتة اللي أنا آسف هي مستوى نظرك ليها، لا القصة لها معيار مختلف تماما. ما تقوليش والبرونزيتين طبعا مش هيتحسبوا بطولة بهذا القدر من التهكم. النادي الأهلي لعب على مدار العشرين سنة الأخيرة 18 مباراة في كاس العالم للأندية. انت لو بتتكلم على تسويق وبزنس وايز يعني، او انت دارس تسويق، هتعرف ان الرقم ده ليه مدلول. 18 مباراة في اكبر محفل للأندية على مستوى العالم كان النادي الأهلي بيحمل اسم الراعي موجود فيها. كان الراعي ده مش بس في بطولات محلية، لا الراعي ده مش في بطولات، انت عندك 2 دوري ابطال افريقيا في اخر 4 سنين و2 سوبر افريقي. مع احترامي نادي الزمالك من 20 سنه ملوش بطوله قاريه على مستوى دوري ابطال افريقيا. فانت تتحدث عن اي رعايه، عن اي مقارنه على مستوى الرعاه؟ انت لازم تعرف مدلول الرقم. انا اسف، انت لو بتتكلم على الرقم بدون مدلوله فانت عندك خطا مرعب. في حاجة اسمها مدلول الرقم. النادي الأهلي لما عنده 2 دوري أبطال أفريقيا بعدد المباريات اللي لعبها زيادة في أفريقيا، بعدد تمثيل الراعي على أكبر مستوى في أفريقيا، مس عليه برونزيتين في كاس عالم. لما الأهلي لعب بالميراس، مونتري، الهلال السعودي، بايرن ميونخ، أنت تعي أو أنت مدرك معنى أن النادي الأهلي الراعي بتاعه بيسوق له النادي الأهلي كبراندنج في المحافل دي؟ ده لو انت مش مدركه يبقى انت عندك مشكلة. انت جايب ارقام اساسا مغلوطة وبتقارن ما بينها في معطيات وانت بتجهل ما يتعكسه هذه المعطيات. النادي الاهلي حتى التأثير النوعي للتمثيل للبطولات في الرعاية مختلف تماما. حتى على مستوى المواجهات في اخر 13 مواجهة في الاربع سنين دي رقم يخلي اي راعي يفكر في مفهوم التنافسيه للعلامه التجاريه بتاعته مقارنه بالعلامه التجاريه اللي على صدر النادي الاخر. يعني ايه؟ يعني اقول لك حضرتك لما 13 مواجهه 7 للنادي الاهلي فوز مقابل 2 للزمالك و4 تعادل، فده رقم ليه مدلول. رقم ليه مدلول ان العلامه التجاريه اللي محطوطه على صدر النادي الاهلي هي براند مختلف تماما في التفوق وفي الصوره الذهنيه اللي بتتساب عند الراعي. كل دي حاجات لما تيجي تتكلم في الرعايه احنا بنتكلم وانت بتتكلم اسأل المتخصصين، هتعرف ان الارقام اللي بتتدفع في الرعاية للاهلي مقارنة باي حد تاني هي مش بجدول اكسل انا عملته في البيت وقلت للاعداد يعرضه لي على الشاشة. خالص قصة لها مدلول ولها ماركتنج فين، وبتستهدف يا أسامة في اي شركات تسويق لما يجي يعمل حملة اعلانية او كامبين او اي حاجة، اقعد مع ناس واتكلم وانت تعرف يقولك انا بستهدف الشريحة اللي انا رايح لها فين، محلية ولا لا، خارج نطاق محافظات ولا لا، عالمية ولا لا. ده جزء كبير جدا من الرعاية. فأهداف النادي الأهلي وبطولاته بتخليه يتكلم في كاتيجوري رعاية مختلف تماما. ما تجيش تقعد تقول لي اصل خدنا بطولتين دوري، اصل خدنا بطولتين دوري. ده انا بس عشان ما يختلطش عليه وهو يلعب لروح لنقطه ان انا بتكلم ان الاهلي كان محتاج السوبر ده قبل البطوله، فانا جايب المقارنه دي السوبر أصلاً. لا هو عشان ما يبقاش الرد انتوا ليه خدتوني للسكه دي، انا بتكلم عن بطولات ما قبل السوبر وعشان كده الاهلي كان محتاج السوبر اكتر. لا حتى لو انت اتكلمت قبل كده في موضوع الرعايه وهنستعرض ده، لكن انت ايضا رحت لسكه البطولات واستبعدت ان ايضا من ضمن ان انت يكون عندك رعاة اقوياء مش شرط يكون بس بطوله فقط لا غير بطولات. هدي لك مثال بفريق مانشستر يونايتد اللي غايب عن البطولات بقاله فتره طويله جدا. شوف حجم الرعايه بتاعه مانشستر يونايتد برغم تفوق ليفربول، برغم تفوق مانشستر سيتي الفتره الاخيره، وشوف هتلاقي رقم 1 مانشستر يونايتد برغم بعده عن البطولات. فده اللي هيحصل دايما وابدا مع النادي الاهلي. الاهلي يبعد 2 سنين على البطولات، 3 سنين على البطولات، سيظل الراعي يبحث عن النادي الاهلي. النقطه الاهم في الرعايه هي ان دلوقتي النادي الاهلي ما عندوش شركه راعيه. حاليا النادي الاهلي عنده مسوق حصري، يعني اسم النادي الاهلي هو اللي بيجيب الرعايه. ده حقيقي. الشركه بتيجي تدفع مقابل مالي للنادي الاهلي وتسوق هي اسم النادي الاهلي، فنبدا ندخل في مقارنات ونقول ده ليه كده وده ليه كده وده ليه كده. لا، القصه اي نادي عايز يكون مسوق حصري يتفضل ويشوف اسمه في السوق ويطرح اسمه ده في السوق. محدش كل الدراسات والاحصائيات بتقول في افريقيا في تحديدا مصر عن الرعايه النادي الاهلي يصل الى 6 أضعاف اقرب منافس ليه. يعني لو المنافس ليه كانت رعايته ب 100,000 النادي الاهلي 600,000. ده مش كلامنا، ده كلام دراسات واحصاءات اللي انت بتقول انا مش مقتنع بيها. لو مش مقتنع بيها وانت كان عندك قناعه شخصيه من شهر تقريبا ان لازم الزمالك ياخد رعايه اكتر من النادي الاهلي، ولازم على الاقل لو ما تسواش مع الاهلي ده لا ياخد ازيد منه، روح حضرتك شوف مسوق حصري وسوق وهات رعايه اكبر من النادي الاهلي. لكن لما شفت في الواقع
وشفت النادي الاهلي وشفت واقع نادي الزمالك، غيرت اقوالك اللي انت قلتها من شهر وطلعت قلت لا يا جماعه انا مش هتكلم في حقوق رعايه، انا رايح لحقوق بس. ليه رايح لحقوق بس؟ لان اصل اللي بيتفرج على مباريات النادي الاهلي هو اللي بيتفرج على مباريات نادي الزمالك، والحقيقه ان حتى ده مش حقيقي. وانت بنفسك تقدر تسال بقى زملائك وتقدر تصل لارقام سعر ال 30 ثانيه في مباريات النادي الاهلي كمعلن بيدفع كام، وسعر ال 30 ثانيه في باقي فرق الدوري بيدفع كام. وانت بنفسك هتيجي وتكون موضوعي ويكون عندك من المصداقيه انك تطلع تقول يا جماعه انا اسف انا بعتذر، الموضوع مش زي ما انا كنت فاهم خالص، والموضوع مش ان زي ما انا قلت ان كل الناس اللي بتتفرج على مباراه النادي الاهلي هي الناس اللي بتتفرج على مباراه نادي الزمالك، لان الشركه الراعيه واللي معاها حقوق البث والمعلنين بيدفعوا مقابل مالي في ال 30 ثانيه للنادي الاهلي يقترب تقريبا من ضعف الفرق الاخرى، وده بيوضح قد ايه النادي الاهلي على مستوى البث بيطلب ارقام يستحقها، والنادي الاهلي على مستوى الرعايه بيقدر يسوق اسمه بشكل كويس جدا بعيدا عن البطولات اللي احنا حتى لما قارنا فيها وصلناك ان معلوماتك خاطئه ومعطياتك خاطئه، واعتقد الدنيا بقت واضحه بشكل كبير جدا للمشاهد فيما هو متعلق بالرعايه وفيما هو متعلق بعدد بطولات النادي الاهلي مقابل عدد بطولات نادي الزمالك، وتفوق معنوي غير موجود على ارض الواقع لنادي الزمالك، ده فوز فقط لا غير في مباراه واحده وفوز باثنين دوري كلنا كنا شايفين وشاهدين على ظروفه اللي نتمنى لا تتكرر من المسؤولين عن كرة القدم المصرية هذا الموسم. هي القصة مش جداول، يعني القصة مش جداول ولا عمرها هتكون جداول، لأن لو بالجدول اللي فيه بطولات مغلوطة قصة مختلفة، قصة فيها معايير ثابتة ومتغيرة، زي ما احنا قلنا لو انت بتتكلم في المعايير المتغيرة زي البطولات ففي معايير ثابتة حتى وانت مش بتحقق بطولات هتفضل ثابتة عندك. يعني ايه؟ يعني عدد متابعين، يعني جماهيرية بتنعكس في تسويق، بتنعكس في استهداف المنتج، بتنعكس في سوشيال ميديا، بتنعكس يا جماعة الأهلي على السوشيال ميديا بقى مرعب ويميدوا، اسأل الرابطة، اسأل تصويت الرابطة، اسأل اللاعبين لما ديانج اتحط مع شيكابالا كان الوضع ايه؟ اسأل خاما بليات لما اتحط مع شيكابالا كان ايه؟ اسأل سبع لاعبين من الاهلي محققين افضل لاعب في افريقيا اخر 20 سنة، كل دي عوامل ما ينفعش تختزل القصة في جدول تجيب وراك على الشاشة وتقعد تعد اخر سنتين بطولات غلط وتطلع بمنتج نهائي، لان كل حاجة لها قيمة، كل حاجة لها فاليو، الادد فاليو هي حاجة مهمة جدا عند أي حد في الماركتينج، والأدد فاليو يختلف في قيمة البطولات اللي أنت شفتها قبل كده، إزاي ميدو شافها؟ اطلعوا ونشوف الفيديو ده ونرجع نفهم يعني إيه فارق قيمة بطولة عن قيمة بطولة. أنا داخل النهاردة على مرحلة حياة أو موت، يكسب بطولة أفريقيا أبطال الدوري يا إما كل اللي أنا بعمله ده يعتبر فشل بالنسبة للناس، خاصة إن أنا ما كسبتش الدوري. أنا ما كسبتش الدوري زي الأهلي، الأهلي عنده شوية كريدت، كسب الدوري، إنما النهاردة الزمالك داخل عريان. النهارده الزمالك معاه بطولتين ولا هم البطولتين السوبر حاجه، البطولتين الكبار الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري، الكاس والسوبر دول حاجه تانية، دول ايه؟ عارف لما بتعمل اكل حلوه كده في الاخر وبتحط لها شويه حاجات حلوه فوقيها، دول السوبر والكاس، معلش مع احترامي، البطولتين اللي بيعيشوا انديه كبيره الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري، هو ده اللي الجمهور بيجي لك في الاخر يقول لك يا عم، يعني مثلا ايه ما تخشش في خمس بطولات تقول لي انا كسبت الكاس واثنين سوبر، ماشي حلو قوي، عملتوا البطولتين دلوقتي كده. ده يا جماعة جزء مهم جدا من اللي اتكلمنا فيه، فكرة قيمة البطولة، لو ميدو رجع بنفسه ووقف كده وحلل كلامه هيلاقي ان القصة زي ما قلنا مش بالجداول، وان كان زي ما قلنا الرقم مغلوط، وهيلاقي ان هو لو راح للمعيار اللي احنا بنقوله واللي هو بيقوله وانا متفق معاه فيه، ان قيمة الدوري وقيمة دوري ابطال افريقيا تختلف تماما عن السوبر والحاجات دي جنب الاكل، انا موافق. طب روح بقى للي جنب الاكل، في الاربع سنين اللي احنا قارناهم هتلاقي النادي الاهلي اتنين دوري واتنين دوري ابطال افريقيا واتنين برونزيه عالم للانديه، اللي انا بقول لك القيمه بتاعت برونزيه عالم للانديه لا تقل باي شكل من اشكال عن قيمه الدوري المصري، يعني ممكن اللي بتاع انجلترا تختلف، انما انت بالنسبه لك لما تروح تكسب الهلال برباعيه وتكسب بالميراس بطل امريكا الجنوبيه وهذا الرواج وتاخد برونزيه عالم للانديه، فالنتيجه 6-2، النتيجة 6-2 بجودة البطولات اللي انت قلتها. نشوفكم بعد الفاصل.
ورجعنا لكم وزلنا مستمرين. والاهلي خط احمر، والاهلي خط احمر. انا كان عندي قاعده كده بقول ان دائما وابدا المنتمي لنادي الزمالك بيحاول يخدم نادي الزمالك من اي موقع هو متواجد فيه، بغض النظر عن ان الخدمه دي عادله او غير عادله، المهم في النهايه ان هو يطبق قاعده ان انا هخدم نادي الزمالك. طيب يا سيدي، بتحط معيار لنفسك؟ اه طبعا بحط معايير لنفسي. القصه ايه؟ القصه الكابتن بشير التبعي اللي استعرضنا له قبل كده تصريحات كتير وكتير جدا من التناقضات فيما هو متعلق بالنادي الاهلي. كابتن اكرامي طلع في احد القنوات الفضائيه وتحدث بوضوح عن المدير الفني لنادي الزمالك وحديثه وتناوله للنادي الاهلي، ازاي انت بتتناول النادي الاهلي وبتتكلم عن النادي الاهلي. فدخل الكابتن بشير التبعي عمل اللي هتشوفوه دلوقتي في الفيديو ده. نشوف الفيديو. ناخد كابتن بشير التبعي طلب المداخلة نجم نادي الزمالك السابق. أهلا بيك يا كابتن بشير. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا فندم، اتفضل. مساء الخير على ضيوفك الكرام، كابتن إكرامي وحش أفريقيا وكابتن محمود فايل. أهلا بيك يا بشير. أهلا يا حبيبي. إزي حضرتك؟ كابتن إكرامي معلش أنا آسف، يعني أنت حضرتك النهارده بتتكلم على نادي الزمالك بتهكم كبير قوي. فا إيه المشكلة؟ مش فاهم يعني أنا يا بشير أنا ما تهكمتش على نادي الزمالك في شيء خالص. تصريحات فيريرا. قول لي إيه هي التهكم اللي أنا تهكمت على نادي الزمالك؟ أقول لحضرتك أهو. طيب حاضر. قول. كابتن إكرامي يعني أنا في حلقة من الحلقات كنت مع حضرتك. أيوه. وكنا إحنا كسبانين كأس مصر. الأستاذ مهيب لسه بيقول لك يا هارد لك، يعني أنت قلبت الدنيا يعني ومحدش يتكلم، ويعني فاكر حضرتك الحلقة دي؟ فاكرها طبعا. المشكله لا مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله. ما حدش طلع من نادي الزمالك يا مهيب بيتكلم بالطريقه دي على النادي الاهلي. اولا يا بشير هو اتكلم كل كلام كابتن اكرامي على فيريرا. لا معلش تصريحات كمان على تصريحات فيريرا. اكرامي بس كابتن اكرامي انت على حضرتك على راسي، ويعني في مقامه كبيره جدا، بس انا بقول لك وجهه نظرك كواحد زملكاوي. يعني ايه دخل النادي الاهلي دلوقتي بمدرب نادي الزمالك يتكلم ولا ما يتكلمش؟ هو مدرب نادي الزمالك يتكلم عن النادي الاهلي حاجه؟ ايوه اتكلم عن النادي الاهلي طبعا. لا يا كابتن لا معلش. الله. مش قال لك ان انا افضل من النادي الاهلي وتشوف الكلام ده في الملعب قبل مباراه السوبر؟ وقال لك ازاي النادي الاهلي ما يلعبش الادوار التمهيديه وانا بطل الدوري وكاس؟ هو بطل الدوري وكاس فعلا، هو قال حاجه غلط؟ ايوه. طب ايه دخل النادي الاهلي نقول ان هو الثالث وما بيلعبش في الادوار التمهيديه؟ يا كابتن اكرامي ده انت حضرتك شفت الراجل ده بيتكلم بيقول كده يا كابتن اكرامي؟ ده كله كلام اعلام. الراجل ده اكبر من كده واعقل من كده. يعني الراجل ده اكبر من كده واعقل من كده. يعني معنى كده ان كل التصريحات اللي بيقولها في المؤتمر الصحفي ده غلط؟ لا 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 لا، هو اتكلم الكلام ده في تصريحات في مؤتمر صحفي يا بشير. حاجه والكلام اللي بيتكتب في الاعلام حاجه ثانيه. مش فاهم يعني. وبعدين ايه اللي حصل؟ مش فاهم. نادي الزمالك ايه يعني تعادل مع انبي؟ ايه المشكله؟ بص يعني خلينا يعني نفكر في الكلام اللي بيتقال. الكابتن بشير التام ما عندوش اي حاجه يقولها، هو باختصار شديد ما عندوش حاجه يقولها، وداخل بياخد لقطه حلوه او بيتعمل شو كويس. هقول لك ليه. اولا الكابتن اكرامي تناول تصريحات مدير فني نادي الزمالك بيتعرض فيها للنادي الاهلي، وده شيء طبيعي جدا ومن حقه يقول الكلام ده، والكابتن بشير التبع قال الكلام ده كتير. بس انت لازم تفكر كده، هو ليه اللقطه دي بتتعمل في التوقيت ده؟ الكابتن بشير التبع لما عمل اعلان والاعلان بتاعه كان عن هزيمه نادي الزمالك 6-1، جماهير نادي الزمالك انقلبت على الكابتن بشير التبع، وطلع هو هاجم جماهير نادي الزمالك في نفس البرنامج. في نفس البرنامج هاجم جماهير نادي الزمالك وقال ان القصه مش مرتبطه بنادي الزمالك، ده مرتبطه بيا انا، وكلام من هذا القبيل. فهو خسر ارضيه من جماهير نادي الزمالك وما عندوش ارضيه عند جماهير النادي الاهلي. طب نعمل ايه؟ نروح بعد الخساره نبدا ناخد لقطه حلوه وشو حلو عند جماهير نادي الزمالك، فندخل نقول انت ازاي بتتكلم عن المدير الفني لنادي الزمالك، وكان المفترض المحلل ده مش جاي يأدي او يتحدث عن دور المدير الفني في كل الفرق، ما بالك هو بيتناول نادي الاهلي. فاعتقد الصوره بقت واضحه. ان ما كانش شو، انا بستبعد الكابتن اكرامي من ان هو يتدخل في اي شو. الكابتن اكرامي جد جدا واضح جدا في كل برامجه، لكن البعض ممكن يكون بيعمل شو بشكل معين، وشفنا يعني كميه برامج فيها شو كتير جدا، وشفنا الاتفاقات كانت قبل الهوا ويطلعوا يصرحوا على الهوا، ونوعيه يعني منتشره اليومين دول تقريبا موضه. فاحنا شايفين الكادر واضح جدا، والكابتن بشير عايز تاخد لقطه عند جماهير نادي الزمالك مالهاش علاقه بانك تروح للنادي الاهلي، وعايزك تبقى تتابع. ما ينفعش تقول هو فيريرا قال الكلام ده فين، لان فيريرا قال الكلام ده انت مش متابع ازاي المدير الفني نادي الزمالك. والله هو عارف انه قال الكلام.
انا بحلف لك ان هو عارف ان فيريرا قال الكلام بس هو مش عارف يرد يقول ايه في المداخله زي ما انت قلت يا اسامه. هو داخل ياخد لقطه وداخل ياخد بونت. وحسن فعل كابتن اكرامي ان الامانه ما ادالوش فرصه، وكان شكل كابتن بشير على الهوا وحش قوي قوي لدرجه ان كابتن مهيب كان مستغرب، يعني مهيب عبد الهادي كان مستغرب انت داخل يا بشير عايز تتخانق. فالمشكله بقى مش في ده بس، المعيار بتاعه يعني نفسه، يعني يا ريت انت داخل تعمل كده وانت راجل بقى طول عمرك بتتعامل بمبدا انا بقعد ما اجيبش سيره الاهلي في حاجه. فيعني حسيت ان كابتن اكرامي راح للزمالك في حاجه حتى لو تخص الاهلي ففرصه، لان انا عندي المعيار ده فانا اللي اعرف اضرب في الحته دي. وانت اصلا يا كابتن بشير بتعمل حاجه غير ان انت بتطلع دايما تتناول النادي الاهلي؟ تعالوا نسمع كابتن بشير اللي ضد تناول نادي الزمالك باي شكل، واللي قال ما حدش يتكلم على الزمالك حتى لو شأن يخص النادي الاهلي، هو اصلا معياره في تناوله الاعلامي عامل ازاي للنادي الاهلي. مستواه زي اي فريق عادي جدا، يعني لو ما حدش يعرف ان زي النادي الاهلي او التيشيرت الاحمر هقول فرقه عاديه. في افريقيا المستوى مش عالي قوي بس احسن من الدوري بس بيكسب. ثواني يا بشير، فرقه عاديه زي النادي الاهلي ازاي فرقه انا عادية؟ شايف كده من وجهه نظري. يعني ماشي، ما انت بتقول فرقه عاديه، دي وجهه نظري انا. لا ما لازم، انا برد علشان ترد على ايه؟ فرقه عاديه يا بشير لما ده النادي الاهلي. دي وجهه نظرك انت. انا بتكلم عن وجهه نظر انا اسف. ايوه على ايه؟ انا شايف الفتره الاخيره في الدوري العام بقول فرقه عاديه. فرقه عاديه؟ في الدوري العام الاداء مستوى السنه دي فرقه خسرانه وتكسب وتتعادل وتكسب يا فرقه عاديه. هو مفيش بطل بيكسب في الدقيقه 97 93 برضه، مع احترامي يعني. هو ده النادي الاهلي يا بشير والله. كابتن ياسر انت حضرتك ليك وجهه نظرك ماشي وانا وجهه نظري، فانت ما تحجرش عليا. اتفضل. يعني انت حقك قول اللي انت عايزه. اتفضل. ايوه ما هو ده فوت وانا برضه اتفضل. مش حاجه. هو الراجل بيعلق وانت من حقك تعلق برضه. نفس القصه. هو لم يحجر، هو بيعلق على كلامك وانت تعلق على كلامك. مفيش مواد تعلق بقى. ما انا اخلص كلامي قول اللي حضرتك عايزه يا كابتن. اتفضل. ماشي. فهو مختلف تماما زي ما انا قلت مهيب في بطوله افريقيا. بس يعني انت شايف ان الاهلي فرقه عاديه؟ في الدوري المصري؟ في الفتره الاخيره؟ طبعا. عادي جدا، بس طبعا النادي الاهلي بيلعب باسم النادي الاهلي. يعني اسمه لوحده بيخض. بس خلي بالك النادي الاهلي اللي هي الفرقه العاديه لو كسب ماتشاته المؤجله هيبقى رقم واحد، هيبقى الاول. هو لو ما كسبش ماتشاته المؤجله هيبقى هياخد الدوري برضه. هياخد الدوري وهياخد دوري، مش رقم واحد، هياخد الدوري. طب دي انت بقى انت بتتكلم عشان اسمه النادي الاهلي. طب يعني انا مش يعني قلت لك يبقى النادي مش عادي، يبقى مش فرقه عاديه. كابتن ياسر خلص كلامي يا كابتن. انا بقول لك والله خلص 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 خلص. يبقى الاهلي مش فرقه عاديه. نهدى بس. يبقى الاهلي مش فرقه عاديه. مستوى كوره ما انت بتقول في الاخر هياخد الدوري. هياخد الدوري عشان اسمه النادي الاهلي. او يعني عشان اسمه النادي الاهلي. عشان اسمه النادي الاهلي، عشان كل حاجه بتعمل النادي الاهلي. هي بالاسماء. بالاسماء طبعا. طب ما الزمالك اسم كبير. لا مع احترام الزمالك لو فعلا زي ما حضرتك بتقول كده كانت توفر له حاجات كتير قوي 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 فرقت معاه ونفعته في الدوري، حاجات كتير كتير. لكن للاسف لا طبعا، يعني احنا دايما بنحس ان احنا كزملكاويه يعني وكنادي الزمالك ان دايما في حاجه مش طبيعيه بتتعمل ضد الفريق. طب ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. طب هو ليه الاهلي ما خدش الدوري السنه اللي فاتت والزمالك اللي خده؟ انا برضه هرجع اقول اهو وقلت الكلام ده، لو جبت لي حلقه قديمه اقول لك لا، النادي الاهلي اللي خسر الدوري مش الزمالك اللي خد الدوري. هو انا لا يمكن منطقيا اقبل كلام كابتن بشير ده على فكره، اللي كان على الموسم اللي فات بعد الدوري اللي خده الزمالك قبله، الا في سياق ان الراجل بيتعامل بمنطق اتقال قبل كده من احد الناس في نادي الزمالك، وهو فكره ان احنا بندعي ان احنا مظلومين عشان ناخد حاجات اكتر من حقنا. انما مستحيل بعد كم النقاط التحكيميه اللي كان بيحصل وبعد كل اللي الناس كانت شايفاه يطلع بيقول اصل احنا ما بيتوفرلناش وما بيتعملناش اللي بيتعمل للنادي الاهلي. بعيدا بقى عن ان فكرتنا الاساسيه في الفقره ان ده مش بس راي فني، ده اساءه للنادي الاهلي واضحه وصريحه ومباشره. ولما كابتن ياسر ريان بيعترض على الكلام ده الراجل بيقول له يا سيدي ده راي انا حر. نفس الكلام اللي بيتقال ده اتعمل عكسه تماما تماما مع كابتن اكرامي في حاجه طرفها النادي الاهلي. يا كابتن بشير يعني اي عقل يخلينا نشوف اللي احنا بنشوفه في الدقيقتين اللي فاتوا دول؟ ده مستحيل. ده انت بتتكلم في اسقاط ان النادي الاهلي بيتعمل له اللي ما بيتعملش لغيره وبيحصل معاه، اساسا احنا شايفين العكس تماما. وكمان بتقول ان انا حر اقول رايي ما حدش يصادر عليا، ولما كابتن اكرامي كراجل اهلاوي وده الحد الادنى اللي اي اهلاوي ممكن يعمله في لحظه فيريرا بيتهجم فيها وبيتهكم فيها على النادي الاهلي فيطلع يرد في حاجه تخص النادي الاهلي تقول له ان لا مش مقبول ابدا ان انت تتكلم عن نادي الزمالك. يا كابتن بشير اقعد شوف فيديوهاتك اللي انت بتوجهها لبعضها
لان لا يمكن ان انت تقتنع ان اللي انت بتقوله ده كان غير ان انت داخل تعمل شو. وكفايانا بقى يا جماعه اعلام الشو، لان اعتقد اعلام الشو اضر بينا كتير جدا، ومحتاجين نقدم كلام مهني موضوعي الناس تحترمنا واحنا بنقوله. قبل بس ما نختم معاكم، يعني الناس عماله تبعت لنا اسامه على اللقطه بتاعت الحاله بتاعت الداخليه، كلمه ان اللي على الفار قال الاحمر هو اللي متقدم. يا جماعه برضو للامانه المهنيه هنا دايما المقصود بالاحمر هو اللي متقدم الخط الاحمر. لا لا بس ده غلط يا فارس، لان انا سالت فيها خبير تحكيمي قال المفترض ان هو لما بيتكلم ما يتكلمش عن ده بعيدا، بس هو هنا كان بيقول على الخط بعيدا عن طريقه التعبير. ايوه بالظبط، لما ده غلط طريقه التعبير خطا بس اكيد، ولكن هو كان مقصود عليه انما مش مقصود اللاعب. هو مش المفترض ان انا افسر نيته. لا طبعا طبعا، بص لكن هو تحكيميا انا سالت فيها خبير تحكيمي، لا اللي عمله عمرو الشناوي بانه الاحمر سابق ده خطا في المصطلحات طبعا اللي تم تداولها. بص برضو بنقول خطا في المصطلح، ولكن للامانه هو كان يعني ذلك، عشان بس الناس بتقول ده كده يبقى لازم ان انتوا تقولوا ان هي كانت تسلل ما فيهاش تسلل. للامانه احنا قلنا اللعبه فيها شك كبير جدا. عايزين نقول ان حاجات كتيره حبيناها، حاجات كملت معانا منها، وحاجات خلاص ما بقيناش نحبها. انما المؤكد ان النادي الاهلي من اول لحظه في حياتك لاخر لحظه في حياتك هيظل الحب الاجمل والاعظم في كرتك.